اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم استاد الاهلي، وتغطيه خاصه عن مباراه، يعني اكيد مباراه مهمه جدا، نصر التعدين والاهلي او الاهلي ونصر التعدين، اكيد مباراه مميزه لما نتكلم على النادي الاهلي وطريقه في مشواره للحصول على لقب بطوله الدوري هذا الموسم. اعتقد ان هو حفاظ على اللقب السابق او اللقب السنه اللي فاتت، اعتقد انها مجهود كبير بيقدمه الجهاز الفني واللاعبين. مباراه كانت صعبه امام طلائع الجيش، ولكن باقدام لاعبي النادي الاهلي وتركيزهم واصرارهم على الفوز في كل مباراه، اعتقد ان حسام حميدو جابر في الدقائق الاخيره بهدف مميز جدا بيحصل في النادي الاهلي على النقطه 71، اكيد النقطه 71، فبالتالي النادي الاهلي ماشي بخطى متميزه جدا نتيجه اصرار وروح الفانيلا الحمراء. يمكن مباراه النهارده، مباراه النصر التعدين، احنا بنشوف ان زي ما بنقول الصراع على الهروب من الهبوط، اعتقد ان الصراع على اشده لما نيجي نتكلم على الاسبوع 27، اعتقد ان اسبوع قوي جدا بالنسبه للفرق لما نتكلم على الانتاج الحربي وطنطا اسوان نصر التعدين الداخليه الشرقيه، اعتقد ان كلهم بينافسوا بشكل كبير. لما نيجي نبص على نتائج حتى في الاسبوع 27 هنلاقي الانتاج الحربي بيفوز على طنطا 3-0، ايضا النصر التعدين بيكسب في المباراه الاخيره مع كابتن كشري، ويمكن كابتن احمد كشري دي ثالث مباراه في المباراه الاخيره انه يفوز على التوالي، فبالتالي النهارده المباراه صعب، عندهم طموح، عندهم حاله الفوز موجوده، فده هيصعب النهارده مباراه النادي الاهلي. ايضا طنطا في الاسبوع ال 28 امبارح بيكسب 1-0 الاسماعيلي، ايضا اسوان بيكسب في مفاجاه مع كابتن اسامه عرابي على فريق سموحه 2-0 بيفوز عليه، فبالتالي الصراع على اشده في الفترات الاخيره، فبالتالي كل التوفيق النهارده للنادي الاهلي. يعني اعتقد ان الامور بتبقى ان شاء الله مسهله على نفسنا من بدايه المباراه. عايز اروح سريعا لزميلنا محمد سعيد من فندق اقامه النادي الاهلي، هيطلعنا على اهم الاخبار واهم الاحداث اللي موجوده داخل الاقامه، فندق اقامه النادي الاهلي. محمد مساء الخير عليك. شكرا ليك كابتن محمد فاروق، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. هنا من فندق اقامه فريق النادي الاهلي، ولحظات قليله ويتحرك فريق النادي الاهلي الى صوب استاد السلام، مباراه مهمه جدا امام النصر للتعدين واللي بيقوده فنيا الكابتن احمد كشري. الاجواء يعني في تفاؤل كبير جدا داخل صفوف فريق النادي الاهلي، لاعبين النادي الاهلي تحديدا عقب خساره مصر المقاصه اصبحوا امام تحدي هام جدا في الثلاث مباريات الباقيه، مباراه النصر للتعدين، مباراه الشرقيه، مباراه المقاصه، ولا تكون حاسمه في نهايه هذا لاعلان الاهلي باذن الله بطل للدوري العام. لكن الجهاز الفني خلال الساعات الاخيره تعامل مع اللاعبين على ان هذه المباريات هي مباريات كؤوس، لابد من احراز الفوز وحسم هذه المباريات، خاصه ان الفرق في الفتره الاخيره تظهر بشكل جيد جدا وبتؤدي مباريات تقويه. والجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري تحدث مع اللاعبين في المحاضره الاخيره ليله المباراه بالامس فور دخول الفريق لمعسكر ليله المباراه، عن ان فريق النصر للتعدين حقق 3 انتصارات من اخر 5 مباريات، وبالتالي فريق النصر للتعدين ليس هو الفريق الذي واجهه الاهلي في الدور الاول، وليس الفريق الذي معناه انه متواجد في الثلاثه فرق المؤخره في مسابقه الدوري، فبالتالي ستكون مباراه سهله. واكد لهم ان فوز النصر للتعدين ب9 نقاط من 5 مباريات متتاليه خلال الفتره الاخيره بيؤكد على انها مباراه صعبه ولا تقل اهميه عن مباراه مصر المقاصه في الاسبوع بعد القادم، فبالتالي هناك حاله يعني استعداد فني، استعداد معنوي. بالتاكيد دخول احمد فتحي في قائمه المباراه بعد غيابه المباراه السابقه، هناك تعديلات بالتاكيد في القائمه والتشكيله بالنسبه لمباراه النصر للتعدين، منتظرين التشكيل الرسمي. في هذه اللحظات الكابتن حسام البدر وجهازه المعاون بيعقد المحاضره الفنيه داخل فندق الاقامه في الغرفه بالتاكيد في خلفيه الصوره. في هذه اللحظات الفريق داخل في هذه القاعه بيعقد المحاضره الفنيه قبل التحرك لاستاد السلام، مباراه هامه جدا ان شاء الله، واللي ميعادها باذن الله هيكون الساعه 6:15 في استاد السلام، مباراه ضمن لقاءات الاسبوع ال 28. كابتن محمد فاروق اليك الكلمه اذا كان لديك اي استفسارات اخرى. محمد، يمكن اكيد كابتن حسام من خلال اجتماعه اكيد بياكد على الجزئيه اللي انت قلتها، ان فريق نصر التعدين مش بالسهل بقى في الفتره القادمه، زي ما بنقول نتائج الاسبوع 27 ويمكن نتائج امبارح ايضا في بطوله الدوري في الاسبوع 28 وبدايته بتؤكد ان مباراه النهارده ليست سهله على النادي الاهلي. يمكن شفنا مباراه طلائع الجيش قد ايه كانت صعبه، قد ايه النادي الاهلي في الدقائق الاخيره بيحرز هدف لميدو جابر بيطمن جمهور النادي الاهلي، ولكن احنا يمكن كابتن حسام اكيد بياكد على الجزئيه دي وبياكد للاعبين ان لازم المباراه تخلص من البدايه.
بالظبط يا كابتن فاروق، يعني دي النقاط اللي كابتن حسام كان بيتكلم فيها في المحاضره، وكانت محاضرات نظريه خلال التدريبات الاخيره خلال الثلاث ايام السابقه لهذه المباراه. نعلم ان مباراه تطلعي الجيش وعوده من السويس كان في يوم راحه للفريق يوم الجمعه، وكان في تدريب لمده 48 ساعه خلال اليومين السابقين لمباراه النصر التعدين. كان كل المحاضرات النظريه داخل غرفه خلع ملابس في استاد التتش، كان هايلايتس واجواء وتفاصيل مباريات النصر التعدين الاخيره والتشكيله الجديده اللي بيلعب بيها كابتن احمد كشري لفريق النصر التعدين في الفتره الاخيره، ليست هي التشكيله اللي كان النصر التعدين بيلعب بيها في الدور الاول، فبالتالي مباراه هتكون فيها دوافع خاصه. الجهاز الفني حتى درب اللاعبين على عدد من الكرات او عدد من الجمل التكتيكيه خلال التدريبات السابقه لتنفيذ بعض الجمل الفنيه في الملعب لحسم هذه المباريات، الاستفاده من الضربات الركنيه، الاستفاده من الركلات الثابته، حتى تدريب ركلات الجزاء الصغير كل صغيره وكل كبيره كابتن حسام خلال الفتره الاخيره لا يتركها في تدريبات الفريق، يركز بشكل كبير جدا مساله الكرات الثابته والكرات العرضيه والاستفاده من الضربات الركنيه، خاصه ان معدل التهديد بالنسبه للاهلي في الضربات الركنيه ليس على ما يرام سواء في التسديد لركنات ثابته او حتى الجمل الفنيه اللي بيأديها الفريق، فكل صغيره وكل كبيره الجهاز الفني بيعول عليها بشكل كبير لحسم هذه المسائل، خاصه المباريات القادمه مباريات حاسمه، واللاعبين انفسهم من خلال حديثي معهم مصرين على حسم هذه المسائل مع مباراه مصر المقصه، خاصه انهم لديهم مشوار افريقي الفريق محتاج ان يركز فيه خلال الفتره القادمه بعد حسم المشوار المحلي، ولا ينتظرون الى نتائج المنافسين او حتى نتائج الاربع مباريات الاخيره في الدوري امام سموحه وانبي ومصر والمصري وفريق نادي الزمالك في ختام مسابقه الدوري العام. تنفيذ على الكرات الثابته تالق فيها عبد الله السعيد، متواجد النهارده احمد فتحي في القائمه، قد يكون متواجد في وسط الملعب بجوار عمرو السوليه، محمد هاني بيحافظ على مكانه في الجبهه اليمنى، صبر رحيل بيتم الدفع به في الجبهه اليسرى مكان علي معلول. بشكل عام ممكن تكون دي التشكيله الاساسيه بشكل عام من خلال متابعتنا لتدريبات الفريق في ملعب مختار التتش خلال ال 48 ساعه الماضيه. كابتن فاروق اليك الكلام. شكرك يا محمد، يا رب التوفيق طبعا لفريقنا النهارده، ويمكن احنا اكيد معاك لو في اي تفاصيل او اي يعني حاجات مستجده عندك في فندق الاقامه او ما بعد المغادره هنكون معاك محمد سعيد زميلنا في فندق اقامه النادي. شكرك يا محمد. يمكن اكيد لو احنا اتكلمنا على زي ما بنقول المباراه صعبه النهارده مش سهله، وزي ما بناكد واكد محمد من خلال محاضره الكابتن حسام البدري مع اللاعبين واصراره بشكل كبير على ان المباراه ليست سهله، ودي اعتقد موجوده وراسخه عند اللاعبين من يعني الفتره اللي فاتت، احنا بنكسب وبنادي اداء كويس، ممكن في مباراه ممكن نتعادل فيها النتائج الحربي، لكن في الاول في الاخر انت عندك هدف واحد اللي هو الحصول على بطوله الدوري. اعتقد لما احنا هناخدها بدري شويه اعتقد انها بتريح جمهورك، بتريح اللاعبين، بتريح الفكر نفسه للكابتن حسام البدري في اختياره بقى للاعبين في الفتره القادمه، وازاي يقدر يعمل الروتيشن بشكل كبير مع لاعبين ممكن ما يكونوش اخذوا الفرصه بشكل كبير. ده مهم جدا، او اعتقد ان اللاعبين عندهم الحافز على الجزئيه دي. ايضا مباراه النهارده اعتقد انها تجهيز قوي لمباراه او افتتاحيه افريقيا، يعني المباراه ان شاء الله يوم 13، يعني النهارده اخر مباراه بالنسبه للنادي الاهلي، فبالتالي زناكو الزامبي هتبقى مباراه قويه للنادي الاهلي، فبالتالي النهارده تعتبر المباراه التجريبيه القويه للنادي الاهلي في عايز اقول لكم يعني دي نتائج الجوله 28 واللي ابتدت بمباراه بتروجيت ومصر المقصه، وفوز بتروجيت بهدف لاحمد سامي، ويمكن طبعا بيوقف بشكل كبير نتائج مصر المقصه في بطوله الدوري، بيخليه لسه في نقطه 63، يبتعد النادي الاهلي بشيئا فشيئا عن الاقرب المنافسين، وهو مصر المقصه يعني النادي الاهلي 71 ومصر المقصه 61. امبارح ايضا او الحد كان طنطا بيهزم الاسماعيلي بهدف للا شيء، ايضا اسوان امبارح مع كابتن حسام كابتن اسامة عرابي بيكسب سموحه في مفاجاه ايضا، وزي ما بقول لكم كده نتيجه ان احنا عندك صراع قوي جدا في القاع على الهروب من شبح الهبوط. كابتن اسامة عرابي بيفوز او فريق اسوان بيفوز على سموحه 2-0 بهدف رائع، يعني الهدف الاولاني لحسام جلال ابن من ابناء النادي الاهلي، وايضا محمد رزق بيحرز الهدف الثاني، هدفين للا شيء لاسوان. مقاولون العرب او الزمالك فوز الزمالك بهدفين لهدف واحد لنادي المقاولون العرب، ودي يمكن كانت مباريات الامس. يمكن مباريات النهارده هتكون كالتالي: الاتحاد السكندري مع الشرقيه، الداخليه مع امبي، والاهلي والنصر التعدين، ووادي دجله ومصر المصري البورسعيدي، ايضا في يوم الثلاث ان شاء الله الانتاج الحربي وطلائع الجيش، ده في ختام اسبوع 28. مباريات قويه في الدوري المصري نتيجه الصراع على الهروب من شبح الهبوط، وايضا الصراع بقى على
ان انت تبقى موجود بطل للدوري. واعتقد النادي الاهلي بيبتدي الصراع ده او مستمر فيه حتى حسم هذه البطوله. قائمه النادي الاهلي يمكن اكيد هنبقى موجودين مع خلال ضيوفنا طبعا نجوم استاد الاهلي بعد الفاصل. من خلال وجودهم ومن خلال توقعاتهم للتشكيل هيبقى معانا هيشوف كابتن حسام البدري بيفكر ازاي النهارده من خلال تشكيله النهارده. ولكن قائمه النادي الاهلي النهارده شريف اكرامي، محمد الشناوي، احمد عادل، ده القائمه مش التشكيل. في خط الدفاع محمد هاني، رامي ربيعه، محمد نجيب، صبر رحيل، حسين السيد، احمد فتحي. خط الوسط عمرو سليه، حسام غالي، عبد الله السعيد، وليد سليمان، ميدو جابر، اكرم توفيق، مؤمن زكريا، كريم نيدفيد، عمرو بركات. في خط الهجوم جونر اجاييه وعمرو جمال وكولوبالي. المستبعدون طبعا كانوا عماد متعب وصالح جمعه وعلي معلول واحمد حمودي ومسعد عوض وباسم علي وسعد سمير طبعا لظروف التجنيد، ويمكن احمد حجازي للاصابه وحسام عاشور للايقاف. عايز اقول لكم طبعا بنبارك يعني للكابتن هاني ابو ريده، ويمكن بنبارك لمصر فوز كابتن هاني ابو ريده باكتساح على المرشح الكاميروني في عضوية المكتب التنفيذي للمقعد الحر. اعتقد ان دي حاجه مميزه جدا بيستمر الكابتن هاني ابو ريده فيها، واعتقد انها اضافه لمصر. احنا نتمنى طبعا الفتره اللي جايه كابتن هاني ابو ريده حتى في تصريحاته بعد كده وهو بيتكلم على ان في عهد جديد للكره الافريقيه في محاربه الفساد، في امور كتيره جدا سواء بقى تطوير البطولات وتطوير الشكل اللي موجود في داخل القاره الافريقيه من خلال البطولات. اعتقد انها حاجه مميزه جدا. يمكن كابتن هاني ابو ريده فاز بعدد اصوات 50 مقابل 4 امام المرشح الكاميروني. يمكن كان في 3 منافسين امام كابتن هاني ابو ريده، ولكن 3 انسحب منهم 2 في وقت سابق وفضل مرشح الكاميرون. يمكن كان مرشح الكاميرون عيسى حياته كان بيسنده بشكل كبير، ولكن طبعا الحمد لله يمكن كابتن هاني ابو ريده تالق في هذه الانتخابات، و50 صوت مقابل 4 اعتقد ده اكتساح بشكل كبير لكابتن هاني ابو ريده في هذا السباق. ايضا المهندس محمود طاهر بيهنئ كابتن هاني ابو ريده بهذه العضويه. يمكن اعضاء مجلس اداره ايضا يعني كان النادي الاهلي بعد برقية الكابتن هاني ابو ريده من خلال المهندس محمود طاهر وايضا اعضاء مجلس اداره الى كابتن هاني ابو ريده بنجاحه، وطبعا بيبعتوا له برقيه تهنئه لنجاحه في مقعد الحر لافريقيا. اكيد النادي الاهلي داعم بشكل كبير للكابتن هاني ابو ريده في الجزئيه دي لانها بيمثل مصر بشكل كبير. خليني يعني اكيد لو اتكلمنا على كابتن هاني ابو ريده حتى في تصريحه، وانا قلت لكم في تصريحه بيقول ان في عهد جديد، الكره الافريقيه بدات عهد جديد معاه بفوزه في النهارده بالمقعد. اعتقد ان كابتن هاني ابو ريده بيقول خلال الانتخابات اللي جرت في البحرين اعتقد ان عهد جديد هتشهده خطط وتطوير ومقترحات. طيب يعني ما دام احنا بنتكلم على كابتن هاني ابو ريده واكيد في البحرين كابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكره ايضا نجم نادي الزمالك السابق. كابتن حازم مساء الخير على حضرتك يا كابتن. الو الو كابتن حازم، كابتن حازم طيب يمكن الخط قطع قبل ما يرجع كابتن حازم ويقول لنا طبعا تفاصيل هذه الانتخابات واللي حصل فيها واكتساح كابتن هاني ابو ريده ب 40 صوت مقابل 5 اصوات. اعتقد ان حاجه جميله جدا. اكمل لكم كابتن هاني ابو ريده بيتكلم في الفتره القادمه للكره الافريقيه وعهد جديد للكره الافريقيه من خلال طبعا وجوده في المكتب التنفيذي للمقعد الحر، ان في الفتره القادمه هتشهد خطط ومقترحات للاتحاد الدولي من اجل تطوير كره القدم في افريقيا، ودي حاجه مميزه جدا ومختلف بقاع العالم التي تحتاج لدعم قوي للنهوض باللعبه فيما اكيد في سواء بقى تنميه المواهب او اتساع القاعده الشعبيه. ووجه كابتن هاني ابو ريده تصريحاته للصحفيين بعد فوزه الانتخابات ان الشكر للاتحادات التي دعمتها في انتخابات الفيفا. يمكن ده على الشاشه امامنا كابتن سالم حفيظ طبعا واللاعبين خارجين متجهين على ملعب السلام. ان شاء الله كل التوفيق ليهم في مباراه النهارده وتاكيد على ان شاء الله حصولنا على بطوله الدوري وانهاء هذا الصراع بشكل قوي من خلال المباريات القادمه. المكتب التنفيذي للنادي الاهلي ان شاء الله برئاسه كابتن المهندس او الاستاذ كامل زاهر بيجتمع ان شاء الله لمناقشه بعض الامور المهمه التي تخص النادي، يمكن هيكرم فيها بقى يعني بيناقشوا حته او جزئيه المتفوقين دراسيا في العام الماضي واللي قبله ان هم يكرموا فيهم، ايضا عرض الموازنه التقديريه للدوره الرمضانيه بالنادي ان شاء الله تقام في رمضان.
بالنسبه للمباراه القادمه بقى في افريقيا، النادي الاهلي بيخصص 3000 تذكره لجماهير الفريق الزامبي زاناكو. يمكن ايضا السعر للتذكره للمباراه القادمه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي هي 30 جنيه لسعر التذكره، ودي تذكره سعرها موحد للجماهير عشان بس الجماهير تبقى عارفه سعر التذكره موحد ما فيش اختلاف كله بسعر واحد وهو ال 30 جنيه. ايضا النادي الاهلي بيفتتح حمام سباحه في حمام سباحه فرع الشيخ زايد يوم 19 مايو. يمكن طبعا احنا شايفين الانشاءات القويه والانشاءات اللي ماشيه بشكل قوي جدا مع مجلس اداره المهندس محمود طاهر، واعتقد الفرع اكتوبر ماشي بشكل كويس، انشاءات قويه، ايضا فرع الجزيره، فرع التجمع اللي ان شاء الله في الفتره القريب العاجل هيبقى موجود، طبعا مدينه نصر، اعتقد امور ماشيه بشكل مميز جدا سواء بقى انشائيا او البطولات الموجوده بشكل كبير داخل النادي، سواء بقى كره قدم، سواء سله، يد طايره، سيدات، رجال، ما شاء الله دواليب موجوده في النادي الاهلي بنحط فيها كؤوس يا رب باستمرار. زي ما بقول لكم احنا كل يوم بنصحى في النادي الاهلي على كاس او بطوله موجوده داخل النادي. لازم نتكلم طبعا على الدوري وقوته في الفتره اللي فاتت. زي ما بقول لكم المباريات بقت صعبه جدا، اكيد كل فريق عنده هدف بيحققه، كل مدير فني ممكن يكون بيشوف ان هو مميز بشكل كبير بيحاول من خلال وجوده مع الفريق اللي بيدربه انه ينفذ حاجات كتير، خصوصا بقى لما بيلاعب الفرق الكبيره. زي ما بقول لكم المباريات السابقه للنادي الاهلي كانت صعبه امام الانتاج الحربي ثم طلائع الجيش، والنهارده مباراه صعبه. نتمنى من خلال طبعا وجود الفتره القادمه اللاعبين بتركيزهم اعتقد ان الامور هتسهل كتير من خلال فوزهم في كل مباراه. اروح سريعا لهاتف مهم جدا مع اللي هو شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. ست اللواء مساء الخير على حضرتك. الو 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 ست اللواء. الو تحياتي لحضرتك ست اللواء. كابتن فاروق ازي حضرتك؟ تحياتي ليك ست اللواء، اخبار حضرتك ايه وطمنا. يعني اعتقد ان في مكتب تنفيذي غدا ان شاء الله هتناقشوا فيه بعض الامور يعني نحب نتعرف عليها عشان سياده اللواء. لا هو كلها بكره حاجات يعني هندسيه واستكمال المنشآت، وان شاء الله يوم 25 عاملين يعني احتفال لكل الفرق اللي حصل على بطولات قاريه، فرق الصلاه زي ما حضرتك عارف، وده هيبقى يوم 25 ان شاء الله. تمام. وان شاء الله هنفتح حمام السباحه يعني مبدئيا كده ان شاء الله يوم 19 مايو ان شاء الله. ان شاء الله دي حاجه جميله، يعني ده استكمالا طبعا المجهود اللي انتم بتعملوه من خلال الانشاءات اللي موجوده داخل النادي، فرع الشيخ زايد وحمام السباحه، دي حاجه مميزه جدا. ست اللواء انت موجود في الاستاد النهارده ولا مش موجود؟ انا في السكه. انت في السكه، ربنا يوفق ان شاء الله. لكن يعني لازم نتكلم على الفتره الماتش القادم ان شاء الله النهارده، طبعا تعتبر تجهيز للمباراه القادمه في بطوله افريقيا. يعني نطمن الجماهير من خلال التذاكر اللي حضراتكم ممكن تكونوا بتشتغلوا عليها، او الراحه اللي احنا دايما شفناها من خلال التنظيم الرائع دايما لدخول جماهيرنا او دخول جماهير الفريق المنافس. هو شوف حضرتك، هو احنا يعني زي ما حضرتك عارف ان احنا كنا طالبين بعد ما اتنقلت المباراه بناء على طلب الامن لبرج العرب، فكنا طالبين ان احنا يحضر 30000، لان حضرتك عارف الملعب ساعته 84000. تمام. فالموافقه جت لنا ب 5000 بس. فال 5000 المفروض التذاكر ان شاء الله يعني توصل النهارده، بكره لازم طبعا الاحكام اللي حضرتك عارفها امنيا من مديريه الشباب والرياضه، وبعدين هنطرح التذاكر ان شاء الله باذن الله. اوكي. طيب السعر موحد ست اللواء زي ما احنا قلنا؟ الدرجه موحده 30 جنيه كلها. تمام تمام. لكن بالنسبه للفريق الخصم اعتقد ان انتوا حددتوا 3000 تذكره بالنسبه لهم. لا ده هو كل الساعه 5000 بالكامل. بالكامل. انت الاثنين 5000 متفرج كل الساعه اللي مسموح لنا 5000. طب ده قليل قوي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي الكبير. بالظبط يعني. بالظبط. انا بس مش عايزين الجمهور، لانه قصه امنيه شويه. يعني احنا ما لناش ذنب فيها الحقيقه، احنا عايزين يبقى 30 عشان نقدر نستوعب اكبر قدر ممكن من مشجعينا الكرام، بس يعني ما تروحش الظروف بقى. لكن احنا بنتكلم ان احنا يعني خلاص انت بداخل بطوله كبيره زي بطوله افريقيا، اعتقد الامور يعني محتاجه دعم جماهيري كبير، والامور وصلت بشكل كبير لان احنا نتفاهم حاجه زي كده اللي هو يعني يعني النادي الاهلي بيتكلم في 30000 وانت تدي له 5، الموضوع كبير قوي يعني عارف يعني عدد هو 5000 بتعمل لي مشكلة، هو مين ال 5000؟
يعني بتعمل مشكله على منفذ البيع يعني الناس طبعا كل واحد معتقد ان هو لازم يكون من 5000 دول. صحيح صحيح. ست اللواء ان شاء الله بالتوفيق النهارده في المباراه كده، ويعني اكيد مباراه صعبه بغض النظر عن اسم الفريق، ولكن فريق اعتقد ان هو في الفتره اللي فاتت ماشي بشكل مميز جدا مع كابتن احمد كوشي. نتمنى ان شاء الله تبقى يعني توقعات لحضرتك النهارده بقى ان شاء الله تبقى عامله ازاي المباراه. ربنا يكرمنا ونكسب باذن الله. حضرتك عارف ما بقاش في ماتش، ما بقاش صحيح مباراه سهله. صحيح. يعني اصلا امبارح كسبنا سموحه اللي هو المفروض بينافس على المركز الثالث والرابع، يعني خلاص ما بقاش في صعبه وسهله، كله صعب. صحيح صحيح. كلام حضرتك مظبوط ست اللواء، انا بشكرك. يعني اكيد حضرتك متابع ويمكن بتعمل مجهود كبير داخل النادي الاهلي للنادي سواء بقى انشائيه او رياضيه، اللواء شين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. اكيد زي ما احنا بنتكلم مفيش مباراه سهله ومباراه صعبه. لو بنتكلم بقى على جزئيه الجمهور اللي كنا بنتكلم عليها، ويمكن النادي الاهلي طلب 30,000 متفرج، ولكن طبعا الامن يعني الامور بالنسبه للنادي الاهلي لازم يا جماعه نفهم ان كان عندنا مشاكل، ولكن الامور الحمد لله بتتحل. لما بيخش جمهور بيبقى ملتزم، كل ده مهم جدا. بطوله زي دي، بطوله كبيره زي بطوله افريقيا، دعم الجمهور هو الاساسي، ودعم الجمهور هو اللي اعتقد بيحفز بشكل كبير اللاعبين. فبالتالي من حق النادي الاهلي بشعبيته الكبيره في افريقيا والوطن العربي ان لما نيجي نطلب حاجه زي كده، خصوصا لمصلحه بلدنا ومصلحه الكره المصريه، ان يبقى وجود جماهير عشان تحفز بشكل كبير لعيبته اللعيبه بتاعته. فبالتالي نتمنى ان شاء الله الفتره القادمه لو احنا هنعدي الماتش ده نبص بقى للمباراه اللي بعد كده، يبقى عدد الجماهير يزيد بشكل يتناسب مع شعبيه النادي الاهلي. طبعا ده اتوبيس النادي الاهلي المتجه الى استاد السلام لخوض مباراه النصر التعدين. هنكون معاكم بعد الفاصل مع نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي لمناقشه او لتحليل ما قبل المباراه مع كابتن وليد صلاح الدين نجم مصر ونجم النادي اللي بيشرفنا النهارده في قناه الاهلي، وانا واحد من الناس سعيد جدا بوجوده النهارده وانضمامه لكتيبه تحليل النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي واستاد الاهلي. ايضا كابتن سمير كمونة نجم مصر ونجم النادي الاهلي. انتظرونا بعد الفاصل وماتش مباراه او مباراه النصر التعدين والاهلي.
مرحبا بحضراتكم مره ثانيه. يمكن اكيد احنا موجودين النهارده لمتابعه مباراه للنصر التعدين والاهلي في مباراه مهمه ومباراه قويه للنادي الاهلي استمرارا طبعا للتركيز على الحصول على هذه البطوله بدري او زي ما بنقول مبكرا قبل طبعا امور كتير ممكن يكون النادي الاهلي بيركز فيها سواء بطوله افريقيا او ان شاء الله البطوله العربيه اللي هياخدها ايضا كاس مصر. بالتالي كل ما انت بتكسب كل ما الامور عندك بتسهل ويمكن تقدر تتعامل مع المواقف القادمه بشكل اسهل واسرع. اكيد من خلال وجود نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي في الاستوديو اكيد هيبقى التحليل شيق وجميل، خصوصا لما يكون معانا واحد من نجوم مصر الكبار في كرة القدم وأيضا في التحليل المتميز من خلال وجوده طبعا أمام شاشات التلفزيون. واحد بيبقى مستمتع جدا بيه وانضمامه بقى معانا في قناة الأهلي كابتن وليد صلاح الدين نجم مصر ونجم النادي الأهلي والموهوب دائما باستمرار. كابتن وليد برحب بحضرتك. كابتن وليد حبيبي يا رؤى، ميرسي، شكرا، ربنا يخليك حبيبي في كل حاجة. كابتن وليد انت المتألق دايما واحنا في بيتنا طبعا. سعيد جدا ان اول إطلالة ليا معاك ومع الكابتن سمير كمونة، وان شاء الله باذن الله الساده المشاهدين يبقوا مستمتعين معانا ان شاء الله. يا رب. كابتن وليد نورت وشرفت ايضا كابتن سمير كمونة نجم مصر ونجم النادي الاهلي وبرضه يعني من الناس المميزه جدا في كره القدم وفي التحليل الفني. كابتن وليد ربنا يخليك يا فاروق، برحب بيك وبرحب بنجم مصر كابتن وليد معانا النهارده. كلنا مبسوطين بيه وان شاء الله نبقى النهارده عاملين استوديو جميل قوي. عايز اقول لك يعني ثلاث لعيبه على اعلى مستوى زائد استوديو ان شاء الله يكون جميل جدا ان شاء الله. كابتن وليد قبل ما نروح نتكلم على مباراه النصر التعدين، يعني طبعا احنا باركنا المهندس هاني ابو ريده بفوزه بعضويه المكتب التنفيذي والمقعد الحر، يمكن باكتساح كابتن وليد 50 صوت مقابل 4 اصوات للمرشح الكاميروني، يعني برضو لازم نبارك له بشكل كبير. وحضرتك لو حابب تبارك يعني الف مبروك طبعا سواء على المكتب التنفيذي للاتحاد العربي او النهارده على المقعد الحر للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. وكلنا كنا متوقعين يعني انسحابات بالجمله، الراجل يعني كان هياخدها بالتزكيه لولا دخل الكاميروني النهارده الصبح، لكن شرف لمصر كلها ان يكون في الاتحاد الدولي واحد مسؤول كمان في المكتب التنفيذي، فبالتالي ببارك له وان شاء الله باذن الله ده باذن الله يفيد الكره المصريه. يعني اتمنى ان شاء الله السنه الجايه ده يدي تقل اكبر للمهندس هاني ابو ريده ويبقى في تنظيم الدوري اكثر قوه من كده. اتمنى نشوف الدوري المصري ان شاء الله زي الدوريات العربيه والاوروبيه. يعني نفسي بقى يبقى الموضوع يتغير، يبقى في انتظام في المسابقه، يبقى في جدول معروف من بدايه المسابقه لنهايتها، البث التلفزيوني يتغير. مصر كنت عايز اسالك بفكرك اللي دايما سابق يا كابتن وليد، المطلوب من كابتن هاني ابو ريده ايه اللي ممكن كابتن وليد ونجم مصر زي حضرتك يطلبوا منه في الفتره القادمه؟ بص، لازم يعلى بالمنتج. انت عندك منتج كره القدم النهارده، انت بتتكلم في ارقام، بتتكلم في ربع مليار، ممكن عايز توصل لنص مليار تبيع الدوري، عندك عندك سبونسرز كتير قوي. لازم هو يعلى بالمنتج نفسه. يعني لازم الملاعب تبقى احسن ما يكون. تمام. مصر قليله ان يبقى فيه كاميرا ورجل. كاميرا ورجون دي فيها مشكله. لا طب كاميرا تظبط الاوفسايد دي فيها مشكله. لا طب يعني نقعد ندور الكوره خبطت اللاين برده كابتن وليد اللي ورا اللي جنب الجون برده ده اقتراح بيبقى موجود. يعني نقعد ندور الكوره خبطت في صدر الراجل اجاريه المشكله معروفه ولا حاجه بسيطه جدا. يعني المفروض المنتج يعلى. ان شاء الله المهندس هاني ابو ريده واعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره ده قادرين على كده. ده فيهم ناس يعني حازم امام، سيف زاهر طبعا مع حفظ الالقاب للناس كلها، بس مجلس يقدر ينقل الكره المصريه لحاجه ثانيه. ما تنسى كابتن مجدي عبد الغني وكابتن مجدي عبد الغني عشان الجول. بالظبط كده. لا يعني ده هم قادرين على كده يا فاروق. يعني لازم الملاعب تبقى احسن من كده، انتظام المسابقه يبقى زي الساعه. ده زمان يا راجل، زمان انتوا فاكرين احنا الثلاثه يوم الجمعه هنصلي الجمعة وبعد كده نتفرج على الشيخ الشعراوي وبعدين عالم الحيوان وبعدين ماتش الاهلي. الاهلي صح ولا لا؟ صح كلامه. واتقال الكلام ده ميدو، قال الكلام ده وحازم امامه. طب عايزين نطبق الكلام ده بقى. انتظام المسابقه، الملاعب تبقى احلى ما يكون، البث التلفزيوني يبقى على اعلى مستوى. نفسنا نتفرج زي ما الاهلي والزمالك في السوبر كده الاماراتي، حاجه صحيح صحيح. والنقطه الاهم بقى كابتن الفتره القادمه دخول الجماهير، وده يعني عبء كبير جدا في المرحله القادمه. انا شايف انه مش عبء ولا حاجه. يعني عارف بسيطه على بسيطه بسيطه. انت دلوقتي خلاص اقررت قانون الرياضه، عملت قانون يعني قوي جدا، في غرامه وفي حبس
بيصل الى 3 سنين مع غرامه بتصل ل 100,000 جنيه. يعني انت عملت من الاجراءات اللي تقدر بقى تاخد الخطوه الاولى وتدخل الجماهير. صحيح. كابتن سمير لو حابب حاجه. اه طبعا طبعا كابتن وليد غطى كل حاجه الحقيقه وقال كلام جميل جدا للمهندس انا بريد. الف مبروك. هو يستاهل ويستاهل اكتر من كده، وطبعا شرف لينا كاحنا كمصريين ورياضيين بنتكلم باسم مصر واسم الرياضه المصريه. طبعا اكيد جالنا واحد يا كابتن وليد عنده فكر وشغال في منظومه ناجحه زي اتحاد الكوره، فهم اختاروه مش من فراغ، اختاروه من خبراته من تاريخه من السيره الذاتيه، فبنقول له الف مبروك. ان شاء الله طبعا الفتره اللي جايه نتكلم بقى في التنظيم زي ما الكابتن وليد اتكلم معانا، قال لك تنظيم المسابقه، التاجيلات ما تبقاش كتير بال 45 يوم وال 50 يوم، والاجنده الدوليه تتظبط على المستوى الدولي. كل ده الحقيقه يمكن انا شايف فكر المهندس انا بريده مع الاعضاء الموجودين لعيبه الكوره اللي عندهم سنس بتاع الملعب، سنس لعيبه الكوره زي ما احنا بنتكلم كده واحنا بنحلل ماتشات او حاجه، بتبقى حاسس اللعيب بيتحرك ازاي ومين هيتغير ومين هيلعب والطريقه اللي بيلعب بيها الاهلي والطريقه اللي بيلعب بيها مثلا الانتاج. كل ده انت عندك السنس ده موجود عندك مع العناصر اللي موجوده اعضاء مجلس الاداره اتحاد كره القدم، طبعا على رأسهم الكابتن حازم امام، طبعا لعيب كان كبير وفكره حاضر وعنده ثقافه كرويه على اعلى مستوى. ان شاء الله دول يكونوا اضافه مع المهندس انا بريده الفتره اللي جايه. كمان ما تنساش كابتن مجدي برضه، عشان كابتن مجدي عشان الجون ما تنسوش الجون بتاعي اللي انا جبته على يمينه. فعايز اقول لك احنا كلنا مبسوطين على المقعد التنفيذي للمهندس انا بريده، بنقول الف مبروك وان شاء الله في مزيد من النجاح والتقدم باذن الله. والله احنا كلنا امل يعني في وجود مهندس انا بريده في المكتب التنفيذي للفيفا، اعتقد وجوده كمان على راس الاتحاد الكره المصري، اعتقد احنا محتاجين جزئيه التطوير والامور بسيطه زي ما قال كابتن وليد، الامور محتاجه بس ان انت لو الافكار اللي ممكن تبقى موجوده في الدوريات الثانيه يعني تقدر تجيبها وتنفذها وتطبقها بشكل كبير هنا، مع طبعا الشركه الراعيه اللي موجوده مع اتحاد الكره هتساعد بشكل كبير، اعتقد ان الدوري المصري هيتعامل وهيبقى من احسن الدوريات اللي موجوده في الوطن العربي وفي افريقيا. ولكن خليني اقول لكم ان انا يعني مثلا كابتن وليد والله بجد احنا هنا في استاد الاهلي لما بنيجي نطلع جينا فتره انا مش عارف ده الاسبوع 26 ولا 27 ولا 28، فممكن يعني اعذرونا لو احنا كنا مثلا بنقول اسبوع مكان اسبوع، لان فعلا الامور اتلخبطت بشكل كبير في وقت من الاوقات. ولكن لما نيجي نتكلم على التهنئه للمهندس انا بريده كان لازم نهنئ المهندس انا بريده من خلال كابتن وليد صلاح ايضا وكابتن سمير كمونه، المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضه حاليا بيبعت برقية تهنئه للمهندس هاني بريده، طبعا بيبارك له على فوزه، واكيد ده شرف لمصر بشكل كبير من خلال تواجد المهندس هاني بريده في هذا المقعد. كابتن وليد كابتن سمير نتحول بقى لمباراه النصر تعدين النهارده والاهلي، مباراه صعبه بتشوفها كابتن وليد؟ انا بقول صعبه، ما اعرفش كابتن وليد بيقول ايه. مفيش مباراه سهله في الدوري، المباراه انت بتسهلها على نفسك او انت بتصعبها على نفسك. اللي يتفرج على مباراه الاهلي والانتاج الحربي اول 10 دقائق يقول لك دي مباراه من اسهل المباريات. كابتن مختار بيلعب تكتيك دفاعي بحت، بيلعب 4-5-1، الفرقه كلها ورا، انت ما فيش اي تهديد على مرمى النادي الاهلي خلال اول ربع ساعه. النادي الاهلي تحس انه في اي لحظه هيجيب جون الموضوع هينتهي. القصه انتهت على ايه؟ انتهت على انها واحده من اصعب مباريات الدوري. ليه من اصعب؟ انت دخل فيك جون بعد لما كنت محافظ على نظافه الشباك، زعل وغضب كبير لشريف اكرامي ان اوميد اوكري احرز هدف بعد فتره بياخد بيها شريف اكرامي سادس حارس مرمى في التاريخ لبعد الشبكه عن التهديف. كمان خسرت نقطتين مهمين قوي، كمان عقوبات بالجمله للكابتن حسام البدري، ايقاف لواحد من اهم لاعيبه النادي الاهلي حسام عاشور كابتن النادي الاهلي، ايقاف للكابتن سيد معوض السنه خلصت بالنسبه له. كل ده من المباراه دي؟ لان انت صعبتها على نفسك. صحيح. فالنهارده النادي الاهلي ناوي على ايه؟ ده اللي هنشوفه في الملعب. لازم نقول ان النادي الاهلي هيواجه كابتن احمد عبد المنعم كشري احد ابنائه، هيلعب جيم دفاعي بحت في الاول. انت هتقدر تدور على الجون الاول ولا لا؟ طب لما هتدور على الجون الاول وجبته هتقدر تروح للجون الثاني ولا لا عشان تخلص المباراه؟ صحيح. ده اللي الفرق الكبيره دايما بتعانيه. صحيح. الريال بقى، برشلونه، الاهلي، الزمالك، الفرق الكبيره. احنا شفنا الزمالك امبارح احرز هدف واستنى كتير قوي لغايه لما المقاولين اتعادل، بقى اخر ربع ساعه مباراه صعبه جدا. فالاهلي النهارده لازم
يحط بصمه البطل. صحيح اضغط واجيب جون واجيب الجون الثاني لو هو عايز يكسب. وفي نفس الوقت كابتن احمد عبد المنعم كشري عامل سيناريو مقسم المباراه، هيلعب جيم دفاعي الاول ويستنى ويصعب المهمه على النادي الاهلي وياخر الهدف الاول. قدر ينجح في كده، بعد كده هيقلب الطريقه وممكن تبقى مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي. استمرار الكلام كابتن وليد وصعوبه المباراه النهارده وصعوبه المباراه او الفرقه اللي بتلعب النادي الاهلي بدايه من الانتاج الحربي، امامنا طبعا على الشاشه مباراه طلائع الجيش الاخيره للنادي الاهلي وفوز النادي الاهلي 2-1. كانت صعبه المباراه دي كابتن سمير، شفنا الدقائق الاخيره كان ليها الحسم من خلال ميدو جابر. اعتقد ان استمرار الكلام كابتن وليد، لا مفيش مباراه سهله. انت لو انت ما زي ما بقول ما ريحتش نفسك منذ البدايه واحرزت هدف والتاني، الامور طول ما هي بتعدي او الوقت بيعدي للفريق الخصم ان هو متعادل معاك او انت كسبان واحد بس، الامور ممكن تبقى صعبه على النادي الاهلي. لا مفيش مستحيل في الكوره، احنا شفنا فرقه طلائع كابتن وليد الفتره اللي فاتت كابتن فاروق مقفله وعامله تكتيك على اعلى مستوى. النادي الاهلي كالعاده بالفكر بتاعه بخبره اللعيبه بحكم خبرتهم في الدوري الممتاز كسبوا بدبل باص جوه ال 18 بين ميدو جابر ومؤمن زكريا، فده الطبيعي للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي عايز اقول لك النهارده مفيش مباراه سهله، النهارده مباراه ممكن تكون معنى ثاني، هي مباراه حساسه للفرقتين. كابتن كشري ماشي كويس مع الفرقه، يمكن لعب اربع مباريات مع كسب اخر اربع مباريات ب 12 نقطه وفرقه التعدين عندها 22 نقطه، فبالنسبه له الوضع النهارده بيلعب النادي الاهلي مش هيبقى على حاجه، ممكن النهارده يقفل ويلعب زون ديفنس ويلعب على المرتده، ده طبيعي جدا. انما انا عايز اقول لك كابتن ان الماتش النهارده مش صعب على النادي الاهلي من وجهه نظر انا، هو مش سهل بس مش صعب، نسهله على نفسنا ببدايه الهدف الاولاني بالانتشار اللعيبه اللي موجوده، وده هدفنا ان احنا كنادي اهلي بنلعب لحد اخر دقيقه، ده طموحنا ان احنا بنلعب على اخر دقيقه والبطولات وروح النادي الاهلي لو موجوده النهارده والمباراه اللي جايه الاهلي بنسبه 80-90% يحسم البطوله. طب انا عايز اقول لكم كابتن، طبعا ترتيب المباريات النادي الاهلي القادمه، يعني طبعا النهارده النصر تعدين، الشرقيه المباراه القادمه، ثم مصر مقصه، تبتدي المباريات الصعبه للنادي الاهلي في المصر البورسعيدي، في سموحه، ثم امبي والزمالك، يعني اكيد مباراتين القادمتين في الدوري الممتاز النصر تعدين النهارده والشرقيه، اعتقد الست نقاط هيفرقوا كتير جدا كابتن وليد بالنسبه للنادي الاهلي. بص خلينا نبقى يعني واقعيين، الاهلي الاقرب للبطوله بنسبه تتعدى 90%. يعني دايما معودنا لعيبه النادي الاهلي ان هم ما بيبقوش ليدنج على المسابقه بالعدد ده وفي التوقيت ده ويفرطوا، صعب قوي النادي الاهلي يفرط في بطوله انا شايف انها سهله بالشكل ده. فالنادي الاهلي هياخد المباريات كلها بجديه، بتفق معاك ان مباراه النهارده والشرقيه بتسهل كتير قوي قبل ما تلعب مصر المقصه، خساره مصر المقصه المباراه الاخيره بتسهل من مهمه النادي الاهلي، وتبقى مباراتهم مع بعض الاهلي والمقصه، النادي الاهلي لو قدر يحصد الثلاث نقاط خلاص يعني بتبقى بنسبه اكيد 1000000% بنسبه 100% الدوري للنادي الاهلي. بس دايما النادي الاهلي ما بيبصش لمباراة او لبطولة، النادي الاهلي دايما بيبص لبعيد، النادي الاهلي انا عايز ايه من الفرقة؟ انا عايز اوصل بالفرقة دي اخد بطولة افريقيا، اوصل بالفرقة دي العب كاس عالم للاندية ابقى واقف على رجلي، اخد بطولة العربية، يعني النادي الاهلي عايز يوصل بالتيم بتاعه لاستنساخ الجيل الذهبي للنادي الاهلي. حقيقة كابتن تريكا وبركات هو بيبص السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها، ما بيبصش على مباراة يعني ما بيبصش هو هيكسب الدوري ولا لا، والا لو بص لكده هتلاقي اللعيبة مريحة والجهاز الفني مريح، لانه خلاص قربوا وبنسبة كبيرة جدا النادي الاهلي بطل الدوري. بس هي الفكرة النادي الاهلي عمر ما عينه كانت على كده، النادي الاهلي كل واحد عايز يخطف مكانه، عايز ياخد مكانه بجديته. النهارده في نص الملعب مثلا حسام عاشور مش موجود، مين اللي عايز ياخد المكان ده؟ السوليه عايز ياخده ولا مش عايز ياخده؟ حسام غالي عايز ياخده ولا مش عايز ياخده؟ حسام غالي من اللعيبه الاساسيه، لكن النهارده في ظل وجود احمد فتحي وعاشور في مباريات كتير قوي كاتفندر النادي الاهلي ما بقاش ليه تواجد في الفرقه الاساسيه. صحيح في وقت اوقات صحيح. النهارده وليد سليمان ساب المكان فتره لحمودي وسابه لميدو جابر، عملته ايه؟ حطيته بصمه وقلت انا ما امشيش من المكان ده، ولا وليد سليمان رجع تاني ياخد مكان؟ النادي الاهلي منافسه شريفه بين كل اللعيبه، في الاخر اللي كسبان هو النادي الاهلي. بس يا كابتن يعني استمرارا لكلام حضرتك في نقطه مهمه جدا او مكسب، انت لو انت اخذت بطوله الدوري
بدري شويه، ان الكابتن حسام يقدر يفكر بشكل افضل، ممكن لعيبه ما تبقاش بتشترك بشكل كبير، الكابتن حسام يقدر يشاركها بشكل افضل. كلامك مظبوط مليون في الميه. على فكره يعني سهل جدا على النادي الاهلي انه يعمل اللي احنا بنشوفه بره. يا جماعه برشلونه، الريال، الفرق الكبيره، اليوفي. امبارح الريال بيلعب بايه؟ بيلعب بتسعه، ما مش من الاساسيين. الفكره ان انا بقيم كمدير فني الموسم ده انا عايز منه ايه. تمام. النادي الاهلي قدره ان هو عايز ياخد كل البطولات وده قدر جماهيره، فعلشان كده الكابتن حسام زي ما انت بتقول بتفق معاك مليون في الميه انه عايز ياخد الدوري بدري عشان يريح كل العمود الفقري للنادي الاهلي. لازم الشناوي ياخد، لازم حجازي وسعد يستريحوا شويه، لازم علي معلول، لازم احمد فتحي يريح شويه، لازم حسام عاشور يريح، لازم عبد الله السعيد يريح، في عدد كده انهكوا، لان هم بقالهم موسم كامل راحوا على منتخب مصر ادوا امم افريقيا كاحسن ما يكون. احمد فتحي كان خلاص ناقص يلعب راس حربه. صحيح. يعني باك ليفت يلعب وديفندر يلعب وباك رايت يلعب وسيرد باك يلعب. ف احمد فتحي، حجازي، البرج العالي، سعد سمير، عاشور مع النادي الاهلي، عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لغايه دلوقتي لسه ما جابش فورمه عبد الله السعيد ما قبل منتخب مصر. صحيح. فبالتالي بتفق معاك مليون في الميه. صحيح. كابتن حسام هيعمل كده وهيعمل الروتيشن، والنادي الاهلي ان شاء الله هيوصل للي هو عايزه. اكيد. كابتن سمير تسمحوا لي نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن مباراه اليوم، مباراه النصر تعدين والاهلي اكيد في الاسبوع 28. كل التوفيق لفريقنا النهارده وحصوله على ثلاث نقاط مهمين جدا في مشواره للحصول على بطوله الدوري. بنك سيب، البنك الرسمي للكرة المصرية. براش كريم، براش كريم، براش كريم، براش أحلى كريم للبشرة. براش بخلاصة الكولاجين، مش هتعب ويا ولا عيني. براش هيقضي على التجاعيد، هيفتح بشرتي من تاني، بيرطب بشرتي وبيقضي على كل الهالات السودة، بيلمعها كمان وبيني على أي حبوب موجودة. براش كريم دي فوايده عديدة، سر جمالي كريم بروش بالكولاجين. احدى منتجات شركة اي ام دي. ذكريات وحكايات خاصة جدا عن مباريات من زمن فات. نجوم الأهلي لأول مرة في ماتشات زمان مع محمد فاروق سعد، السبت الساعة 10 مساء على قناة الأهلي. كل واحد وليه قعدة، في قعدة كبيرة، في قعدة صغيرة، ودي قعدة رجالي، ودي حريمي، وفي القعدة اللارج، وفي الاكس لارج، ودي قعدة عرب، ودول كمان عرب، ودي قعدة عادية ما فيهاش حاجة، ودي قعدة ودي قعدة ناشفة كده بقت طرية، ودي قعدة والله وحشتني. قعدات كتير، كل قعدة من دول كوتونيل عمل حسابها. كوتونيل الراعي الرسمي للقعدة المصري والوقفة كمان. كوتونيل، القطن بيتكلم مصري.
شامبو وكريم بروش. كل ما افكر اخد لي دش لازم يبقى بشامبو بروش. خلصني من القشرة ورجع شعري المكاني وخلص تاني مش هاني. بستعمل انا في التصفيف كريم تصفيف الشعر بروش. بروش ريحته دايما جميلة بستخدمه انا وكل العيلة. بروش سر جمال شعرك. احدى منتجات شركة AMD. تصنع كابلات الإسلامية من أجود أنواع النحاس النقي 99.99%. ممتازة جدا في التوصيل فبتوفر في استهلاك الكهرباء ومغلفة بعازل من البي في سي المقاوم للحرارة والاشتعال. كابلات الإسلامية حاصلة على شهادة الأيزو العالمية وكمان علامة الجودة المصرية. على مدار السنين كابلات الإسلامية لكل المصريين. أنا عاوز اللي يخلي الدار أمان، عاوز كابلات الإسلامية. أهم حاجة تتأكد من علامة الحصان. بكل فخر صنع في مصر. الحكاية في كورة وجماهير وطبعا في كلام كتير لأنه كيان جمهوره في كل مكان. ومدام في كورة يبقى في جماهير. الكورة والجماهير غدا الساعة 9 مساء على قناة الأهلي. أنا مشوار طويل، أنا فريق عمل مجهود وشغل وفكر، أنا نجاح ورا نجاح وإنجاز ورا إنجاز. كلكم عارفيني، أنا النهاردة اللي اخترت الصعب وأنا برضو اللي حققته. يفهمني كويس الناس اللي بيهمهم التفاصيل، أنا قطن 100% بس بملمس الحرير. أنا كل تفصيلة مدروسة وكل إبرة مغروزة. أنا صناعة مصرية هدية معاك في أي سفرية. أنا مرسيريزين قطنيل. مرسيريزين قطنيل، القطن بيتكلم مصري. براش كريم براش كريم براش كريم براش. أحلى كريم للبشرة براش. يخلص في الكولاجين مش هتعب ويا ولا عيني. براش هيقضي على التجاعيد هيفتح بشرتي من تاني. بيرطب بشرتي وبيقضي على كل الحالات السودة. بيلمعها كمان وبيني على أي حبوب موجودة. براش كريم دي فوايده عديدة. سر جمالي كريم براش بالكولاجين. احدى منتجات شركة AMD. الان برحب بحضراتكم مرة تانية. يمكن قبل ما نروح ونكمل كلامنا على مباراة اليوم لازم برضو نقول نتائج ورأي طبعا ضيوفنا ونجومنا في استاد الأهلي عن مباراة الأسبوع 28، يعني مباراة بتروجيت ومصر مقاصة. فوز بتروجيت 1-0، أيضا فوز الإسماعيلي على طنطا 1-0، وأسوان على سموحة 2-0، وطبعا الزمالك على المقاولون العرب 2-1. كابتن وليد، يمكن مباراة بقت سخنة بشكل طبعاً كبير في بطولة الدوري حضرتك في الأسبوع 28 وبدايته، وملهاش أي توقعات. يعني بتروجيت في أول تولي الولاية الجديدة للكابتن محمد يوسف، بنبارك له طبعا صديقنا ونجم النادي الأهلي، ومباراة مهمة جدا أنه كان يبتدي بمكسب. واخد الفرقة بعد نجم كبير وأحد رموز التدريب في أفريقيا كلها كابتن حسن شحاتة، محمد يوسف بيأدي مع بتروجيت أول مباراة، يعني نتمنى له كل توفيق. في نفس الوقت ضيع 3 نقاط على مصر المقصة غاية في الأهمية طبعا. يعني كل التوقعات كانت بتقول مصر المقصة هو الأقرب بحكم أنه هو تاني الدوري، بحكم أنه هو لسه جاي على بتروجيت مدرب جديد لسه فكر جديد، لكن هي كرة المباريات زي ما انا قلت لك انت اللي بتصعبها او بتسهلها على نفسك جوه الملعب. على الجانب الاخر طنطا والاسماعيلي طبعا، يعني لازم نعرف ان في حاجه اسمها الثبات الانفعالي. انا ممكن اتغلب بس لما اتغلب ما اخسرش غير الـ3 نقاط. انا دايما كنت بقول كده لفريق الاتحاد السكندري كمدير كوره، وده حصل للاسف، حصل في النادي الاهلي وحصل في انديه كتير ومنها طنطا امبارح. انت خسرت بس ما خسرتش الـ3 نقاط، بس خسرت الـ3 نقاط وخسرت لعيبه هتتوقف اتكلمت في الاعلام الأهلي. وما هو الاهلي في الانتاج الحربي خسر حاجات تانية جنب الـ3 نقاط. كابتن خالد عيد اتمنى ان هو يتراجع في القرار بتاعه، اتمنى ان هو ما يستقلش، اتمنى من المهندس فايز عريبي
رئيس طنطا ان هو يتمسك بالكابتن خالد عيد يكمل التجربة. تجربة يعني طنطا من احسن الفرق اللي بتقدم كورة. اتظلم امبارح، اتظلم من وجهة نظر ضربة جزاء بنسبة 100% مشكوك فيها. معرفش يعني احنا التلاتة لعيبة كورة ونعرف دي حاجة اسمها ضربة ذكاء مش ضربة جزاء. يعني حطها بوشة بشكل كويس قوي ابو المجد، حطها من جنب رضا العزب وراح واقع. لو هو يعني الحكم انا ما اعرفش هو لعيب كوره ولا لا، بس لو هو لعيب كوره ما يحسبهاش. طبعا في الثانيه الاخيره او في الدقيقه الاخيره من الوقت بدل الضايع، فطبعا متولي احرزها، ففوز مهم جدا للاسماعيلي. الاسماعيلي اتظلم كتير في السنه دي في التحكيم، طنطا يتظلم، الاهلي يتظلم، لكن ما ينفعش الحاجات اللي بعد المباراه، ما ينفعش ان يحصل ناس تنزل الملعب ويحصل تهجم على الاسماعيلي وعلى الحكم. كل ده حاجات اداريه خاطئه. اسوان بيكسب سموحه طبعا في مفاجاه برضو. بنبارك للكابتن اسامه عرابي الله يكون في عونه، بينحت في الصخر برضو امبارح. يعني الصوت ايه من المدرجات، مش عايز اقول لك انت شباب بيراع تكلمه ما فيش صوت اصلا. على فكره انا خفت لا يقع من فوق المدرج. ها كمونه بص هو واقف وبيعمل كده، يعني خلاص قرب والله خفت عليه من كتر يعني حماس شديد جدا. مسؤوليه كبيره طبعًا. جدا بيكسب سموحه طبعا، وبيصدر توتر للكابتن مؤمن سليمان بشكل كبير جدا. هيمشي مش هيمشي؟ طلع المهندس فرج عامر قال لا، مؤمن باقي. انت عارف سموحه برضو طبعا. يعني بيبقى على طول عايز يكسب، وفي الاخر الزمالك كسب المقاولين متوقع، لكن المقاولين فرط في تعادل بعد هدف محمد فاروق. كان يقدر المقاولين في العشر دقايق دول يتمسك اكتر من كده، لكن رجع الزمالك بستانلي، والزمالك يستحق طبعا انه يرجع على الطريق. طيب كابتن سمير، ايضا يعني رايك في الاسبوع 28 وبدايته كابتن سمير؟ ما فيش طبعا، هو كابتن وليد غطى يمكن الاربع مباريات وتغطيه طبعا على اعلى مستوى. بنقول طبعا فريق بتروجيت والمقصه فريقين كبار. محمد يوسف بنقول له مبروك ان هو تولى مسؤوليه بتروجيت فتره صعبه، ان هو يوسف عنده خبرات ابتدى يلم الفرقه تاني، وانت عارف ان الفرقه كابتن وليد لما بتقع معنويا بتبقى دي نقطه مهمه جدا من الاسباب الرئيسيه ان انت عوده الفرقه. فهو عالجهم سيكولوجي الاول، وبعد كده ابتدى يشتغل معاهم على اخطائهم في الملعب، فاثمر وانتج يوم مباراه المقصه فرقه تقيله. الوصيف للنادي الاهلي برصيد 63 نقطه، كابتن محمد يوسف فاز عليهم ب 44 نقطه، فواضح ان هو شغله ظهر على الفرقه اثناء المباراه او 90 دقيقه بحكم خبرته في الدوري الممتاز مع النادي الاهلي والشرط العراقي وأندية تانية كتير. فطبعا مكسب لبتروجيت كابتن محمد يوسف، وأول مباراة ليه فاز على فرقة تقيلة زي المقصة، وبنقول له مبروك. طنطا طبعا كان بالنسبة لي كابتن وليد كابتن فاروق ان هي بقول عليها من أول السنة الحصان الأسود مع فرقة المقصة، فرقة تقيلة وعندها عناصر ممتازة وبتحاول، عندهم عناصر شابة وعناصر خبرة، وفي عايز اقول لك زي كوكتيل كده الكابتن خالد عيد عامله، ابتدى يعني يظهر لعيبه كتير قوي كانت بعيد، ان هو اللعيبه دي بقى لهم سنتين ثلاثه معاه فبيعتمد عليهم. فدي ميزه لما اللعيب يكون متاقلم على المدرب وطريقه لعبه والتكتيك اللي بيلعب بيه، بينفذ وبيطبق وبيقدر يكسب بيهم. فابتدى يشتغل شغل فني وتكتيك على اعلى مستوى، ابتدى يكسب. فحصل دروب زي الكابتن وليد اتكلم في نقطه مهمه جدا، الاستقرار وثبات التشكيل دي من اهم الميزه لاي فرقه صراحه بشكل كويس اصلا من يعني دي اهم فرقه دي اهم ميزه في الفرقه، بالذات الفرقه الصغيره او في الفرقه اللي بتبقى في نص الجدول. لما يكون عندك استقرار وحد فاهم كوره كويس قوي بتسهل عليك امور كتير قوي. فانا شايف لو الكابتن خالد مشي هتبقى خساره لنادي طنطا، ان الوضع طبعا ما يستحملش. عندك فاضل لك حوالي 3 4 ماتشات الدوري يخلص، اللي هيجي مش هيضيف حاجه، بل بالعكس اللعيبه لما تعود كمان يا كابتن وليد اللعيبه على طبعك وطريقه لعبك لازم تاخد مساحه من الوقت، عكس محمد يوسف الفرقه مستريحه. انا بقول طبعا بضم صوتي مع وليد، بقول ان الكابتن خالد ما ينفعش يمشي دلوقتي لاسباب فنيه واسباب معنويه وكيان النادي. فرقه طنطا عملت مستوى هايل جدا، كسبت فرقه كبيره زي دجله بالامكانيات العريقه مع مدرب ميدو، مدرب هايل وفكره عالمي واوروبي. كابتن خالد بيكسبه، كسب الزمالك، يعني عايز اقول لك كابتن خالد لو مشي هيبقى خساره لنادي او تعادل تقريبا مع الزمالك، يعني كسب فرقه كبيره واحرج فرقه كبيره ومدربين كبار.
لان عايز اقول لك ان وكمان اسوان كانت مفاجاه، انما مفاجاه مع اجتهاد مع الكابتن اسامه عرابي بيحمس اللعيبه، وزي ما اتكلمنا من شويه ان الكابتن اسامه برده ماسك الفرقه وضعها صعب شويه في الترتيب، ان هو بيصارع مع فرقه سموحه. فرقه سموحه لو اتكلمنا على الورق وعلى اللعيبه والخبرات فرقه سموحه اقوى، الكفه تكسب فرقه سموحه، انما فرقه اسوان برده واحنا عارفين ان الكوره ما بتعترفش غير بالمجهود والاصرار والروح، ان انت على المكسب عندك اصرار على المكسب والروح ان انت هتكسب ان شاء الله لو بتلعب البرازيل. فاسوان لعب على النقطه دي، اي حد هيجي له على ملعبه الموضوع هيبقى صعب بالنسبه له. صحيح. فابتدى الكابتن اسامه عرابي يشتغل على النقطه دي ايا كان مين الاسم، المدرب او اللعيبه او النادي. فانا شايف ان سموحه فرقه تقيله جدا وبتلعب في الكونفدراليه وعندهم لعيبه خبرات ولعبوا في الاهلي والزمالك ولعيبه زي رؤوف ومانجا ولعيبه كتيره جدا واخد بالك. يعني وميكي طبعا من الفراوده تقيله، كل ده مش مقياس، انما الروح والاصرار على المكسب بيساعدك ان انت طبعا تكسب المباراه. لو اتكلمنا عن المقاولين والزمالك برضو، المقاولين والزمالك كانت مباراه فنيه على اعلى مستوى، بس على فترات ليه؟ النادي المقاولين محتاج ان هو ياخد نقطه او الثلاث نقط عشان يبقى ببر الامان، يخش في الجدول ويطمن حتى على حساب نادي الزمالك. انما نادي الزمالك برضو لو جينا للجانب الثاني ان هو بيسعى للمركز الرابع على حساب نادي المقاولين، انما المباراه كانت صعبه جدا. وشايف ان نادي المقاولين امبارح اتظلم حته نقطه ضربه الجزاء كابتن وليد، برضو انت اتكلمت على ضربه قبل كده، انا اتكلم على دي برضو ان هي ما فيش احتكاك خالص، لو الحكم فعلا قريب منها كان ممكن يدي فيها قرار. انما انا شايف ان نادي المقاولين امبارح اتظلم، وبس عمل مباراه كويسه جدا. والمقاولين مع عودة ما شفناش من 5-6 سنين النادي المقاولين محطوط في الجدول بالطريقه دي يا كابتن وليد، بيصارع على الهبوط من اول يوم لحد اخر يوم. فده انجاز برضو لمحمد عودة والجهاز، تحسب له ان هو في استقرار وعنده ثبات وقدر ان هو يحط الفرقه في بر الامان. بس برضو كمونه محتاجين برضو حته الثبات الانفعالي، يعني برضو المقاولين يعني انت كويس فكرتني، فرقه من الفرق اللي لما بتخسر ما بتخسرش الثلاث نقاط بس، بتخسر يعني. انا شايف بتصريحات الكابتن محمد عوده اكيد هيبقى فيه قرارات، هو عصبي شويه بس غيرته على فرقته، هو مش صح، ما هو غلط بس هو غيرته على فرقته. انت النهارده احنا كلنا في الكوره الفرق الكبيره اللي عندها ثبات انفعالي، تخسر النهارده بكره يوم جديد. صحيح. لكن ما تخسرش النهارده وتخسر ايقاف للمدير الفني وتخسر ايقاف للعيبه وتخسر ايقاف لعدد من الاداريين، تبص تلاقي الدنيا بتتصعب عليك. احنا شفنا عوده لما اتوقف وراح قعد في الدرجه الثالثه وبقى صح. الموضوع صعب جدا. صحيح. فاتمنى فكره الثبات الانفعالي حتى وانت مظلوم. اصل بص التحكيم مش هنعرف نعمل حاجه فيه. مظبوط. التحكيم في العالم كله في مباراة كلاسيكو الأرض الريال وبرشلونة فيها أخطاء تحكيمية. الناس كلها بتطلع تتكلم في حدود المباراة فقط. وأول ما المباراة انتهت خلاص الموضوع انتهى. صحيح. يعني مفيش أكتر من زين الدين زيدان خسران على ملعبه وبرشلونة بيقرب وبيعتلي الصدارة وهم بيسألوه على التحكيم بيقولوا ما تكلمش على التحكيم. صحيح. حكم مركز هو عادي بشر وخلاص غلط. فهي الفكرة إن لازم طنطا أسوان المقاولين في فرق كده انا شايف ان هي اول ما بتخسر مع عقوبات. دي ناحيه اداريه المفروض ان لازم يكون يا مدير الكوره يا المشرف العام على الكوره، طبعا استاذ محمد عادل واحد من الخبرات الكبيره جدا في مجال الاداره، لازم يهدي عوده ولازم يهدي الدكه، لازم الجهاز الفني لازم يبقى هادي. مظبوط. لانك انت في الاخر لما هتخسر مباراه هتاثر عليك المباراه اللي بعديها وهكذا. تمام. خلينا نتكلم يعني خلاص، يعني احنا اتكلمنا على الاسبوع 28 بما فيه من مباريات، لسه طبعا النهارده في مباريات شغاله الاتحاد اسكندريه والشرقيه والداخليه وامبي، وطبعا مباراه النهارده النصر التعدين ثم والاهلي طبعا ووادي دجله ومصر بورسعيد، ده النهارده دي مباراه اليوم. يمكن كانت نتيجه مباراه الدور الاول ما بين الاهلي والنصر التعدين كان فوز النادي الاهلي، كان في الاسبوع 21 ثلاث اهداف مقابل لا شيء. احرز الاهداف كان وليد سليمان كان في الدقيقه 61 ثم جونيور اجاييه 71 ووليد سليمان ايضا بيحرز الهدف الثاني ليه والثالث للنادي الاهلي في الدقيقه 84. كابتن وليد، فوز النصر التعدين ثلاث مباريات متتاليه وحصوله على 6 نقاط اعتقد بيديله دفعه قويه جدا، بيدي لكابتن احمد كوشري ايضا ثقه وثقه للاعبين ايضا في نفس التوقيت، بتخليه النهارده امام النادي الاهلي فريق مختلف. مليون في الميه، يعني كابتن احمد عبد المنعم كوشري جه مسك الفرقه 6 مباريات عمل 4 فوز وهزيمتين،
أربعة فوز في الظروف اللي فيها النصر للتعدين، دي نقطة مهمة جدا. لازم نقول إن مع الكابتن أحمد كشري في أرقام اتغيرت، يعني الفرقة ما دخلش فيها غير تقريبا أربع أهداف في ست مباريات، ودي نقطة تحسب للكابتن كشري. كمان في ناحية تهديفية عالية، جاب سبع أهداف، كل دي أرقام. هو بيلعب بتكتيك رائع، يعني بيلعب الشوط الأول هيقفل الملعب، هيرجع نص ملعب، بيلعب 4-5-1، بيقفل كويس مفاتيح اللعب. وبعد كده الشوط الثاني بتلاقي دايما الشوط الثاني النصر التعدين احسن. خد بالك، بص انت وانت بتقول النتيجه الناس تفتكر انها 3-0 الدور الاول، نتيجه كبيره صحيح. لكن الجون الاول جاي في الدقيقه كام؟ 60. قعدت ساعه النادي الاهلي يدور على هدف، دي بتصعب جدا المهمه. طب لو الهدف ده كان اتاخر، طب الهدف ده جه ايه؟ تقريبا ضربه جزاء. ضربه جزاء اول، يعني انت بتتكلم في مباراة يعاني فيها النادي الأهلي لمدة ساعة كاملة. فهنا ده بيوريك ان مفيش مباراة سهلة ومباراة صعبة، المباراة بتتصعب او تتسهل على حسب ما انت بتشتغل في الملعب. طيب هقطعك كابتن وليد، بس هقطعك لان معايا تشكيل النادي الأهلي من ملعب استاد سلام مع زميلنا محمد سعيد. اتفضل محمد قول لنا تشكيل. ليه كابتن محمد فاروق، تحياتي ليك وتحياتي لضيوفك وكل مشاهدينا الكرام. تشكيل فريق النادي الاهلي خرج منذ لحظات، واللي اختاره كابتن حسام البدري لمباراه النصر التعدين. بيبدا الاهلي في تشكيله مباراه النهارده، شريف اكرامي لحراسه المرمى، خط الظهر احمد فتحي ظهير ايمن، صبر رحيل ظهير ايسر، اثنين مساكين رامي ربيعه ومحمد نجيب، اثنين وسط ارتكاز حسام غالي وبجوار وعمرو السوليه، امامه ثلاثي خط وسط وليد سليمان، عبد الله السعيد، ميدو جابر وسليمان كوليبالي، على دكة البدلاء محمد الشناوي، مؤمن زكريا، عمرو جمال، عمرو بركات، جونيور أجاي، محمد هاني وأكرم توفيق. خرج من قائمة المباراة اللي كان اختارها الكابتن حسام البدري ثلاثة لاعبين، أحمد عادل وحسين السيد وكريم نيدفيد. وزي ما احنا شايفين في هذه اللحظات، يمكن أثناء ما بتحدث عن تشكيل فريق النادي الأهلي، كان كريم نيدفيد وأحمد عادل عبد المنعم بيأدي عمليات الإحماء بالجري حول الملعب، وده عرف الجهاز الفني الفترة الأخيرة للمجموعة اللي ما بتشاركش في المباراة، بيتم يعني استبعادها من القائمة الأساسية سواء التشكيل الأساسية أو الاحتياطية، بيتم يعني جري حول الملعب. لكن بعد نهاية المباراة الجزء اللي بيشارك في نهاية المباراة أو من لم يحالفه الحظ في المشاركة في المباراة بيأدي تدريبات تأهيلية أو جري حول الملعب بعد نهاية المباراة. ده تشكيل فريق النادي الأهلي كابتن فاروق. تشكيل فريق نادي النصر للتعدين واللي اختاره الكابتن أحمد كشري واللي محقق نتائج جيدة خلال الفترة الأخيرة. في حراسة المرمى طلعت عبد الوهاب رقم 2 حارس مرمى، خط الظهر من اليمين للشمال ظهير أيمن إسلام يوسف رقم 17، ظهير أيسر أحمد إسماعيل رقم 9، اثنين مساكين أحمد عبد الموجود رقم 6 وإسلام عصام رقم 7، ثلاثة وسط ارتكاز إيزي إيميكا كريستيان رقم 14، هشام عبد الحميد 15، وعبد الله الشحات رقم 11. بيلعب يعني هاف رايت هيثم مصطفى رقم 20، وهاف ليفت حمادة جلال رقم 9، وفي الهجوم باتريك أودوتي أودو رقم 25. الفريقين في هذه اللحظات بيستعدوا طبعا للنزول لأرض الملعب وإجراء عمليات الإحماء. الفريقين وصلوا مع بعض، يعني فور خروج أتوبيس فريق النادي الأهلي من فندق الإقامة كان في الطريق بالضبط من جوار كوبري المطار حتى الوصول لاستاد السلام. الفريقين والأتوبيسين كانوا من خلال قوة أمنية واحدة بتتجه بهم من مقر الإقامة حتى الوصول لاستاد السلام. مباراة إدارة تحكيمية محمد عادل هو أحد الحكام الدرجة الأولى، وهي أول مباراة تحكيمية بيديرها في حياته التحكيمية للنادي الأهلي، لكنه سبق أن أدار تسع مباريات في الدوري الممتاز. جو حار جدا داخل ملعب السلام، الأجواء حارة، الأهلي منذ فترة طويلة لم يؤدي مباريات في هذا التوقيت تماما في حدود الساعة 6:30، لكن تأكيد موعد المباريات في الأسابيع الأخيرة وتحديد لجنة المسابقات بعدد مباريات مبكرة والأهلي في هذا اليوم في تمام الساعة 6:15، لكن بشكل عام الأجواء حارة جدا هنا في استاد السلام، وقد تؤثر بشكل عام على أداء الفريقين أو تحديدا فريق النادي الأهلي متعود في مباريات المحلية اللي بيأدي مبارياته في الثامنة مساء أو حتى في السابعة مساء بعد غروب الشمس. إليك الكلمة كابتن محمد فاروق. أشكرك يا محمد، أكيد إن شاء الله النادي الأهلي مش هيتأثر بأي حاجة، لأن فعلا
هم اللاعبين عندهم هدف وتركيز معين ان هم ياخدوا الثلاث نقاط بمجهود ان شاء الله اللاعبين وتركيزهم، الامور هتسهل بشكل كبير. كل التوفيق لفريق النهارده. اعيد لحضراتكم على تشكيل فريق النهارده: شريف اكرامي في حراسه المرمى، من اليمين للشمال احمد فتحي ناحيه اليمين، صبري رحيل ناحيه الشمال، رامي ربيعه في قلب الدفاع معاه محمد نجيب، في خط الوسط حسام غالي، عمرو سلية، امامهم وليد سليمان وعبد الله السعيد وميدو جابر، امام راس حربه وحيد سليمان كوليبالي. ده تشكيل فريق النادي الاهلي. كابتن وليد، كابتن سمير، تغيير وحيد في امام يمكن طلع الجيش كان أجاي مكان ميدو جابر، النهارده ميدو جابر يشترك بشكل اساسي. كابتن سمير، هو التشكيل طبعا ده العادي بتاع النادي الاهلي او الطريقه المعتاده للنادي الاهلي بيلعب ب 4-2-3-1. التغيير الوحيد طبعا كان محمد هاني ناحيه اليمين بعد الرجوع طبعا احمد فتحي، عشان هو فتحي كان بره وبعد كده هاني خرج دخل مكانه احمد فتحي باك رايت شمال، وعلي معلول خرج ودخل مكانه صبر الرحيل. ده الرباعي يعني، ورامي ربيعه ونجيب لعبوا الماتش اللي فات، وحسام غالي والسولية طبعا كالعاده اتنين ديفندرات، مع الاختلاف طبعا حسام عاشور بيخش مع واحد مكانه يا اما حسام يا السولية. ميدو جابر دخل النهارده التشكيله الاساسيه وخرج اجاي. عبد الله السعيد كالعاده بيلعب تحت الفراوده في وسط الهجوم، وليد سليمان طبعا في مكانه الطبيعي، وكلوبالي. ده التشكيل بتاع النادي الاهلي. هو الاختلاف هو المراكز هي لكن فتحي دخل التشكيل وميدو جابر وطبعا وليد صبري. سليمان صبري كابتن صبري مكان علي معلول اللي عايز اقول لك كابتن محمد عليها طبعا مفيش تغيير. كابتن حسام عنده ميزه زي ما اتكلمنا قبل كده كتير ان هو بيحب يثبت التشكيل، بيغير في اضيق الحدود في الاصابه او الانذارات مش اكتر من كده، انما طبعا دي بتبقى نقطه مهمه جدا ان كابتن حسام النهارده عنده هدف يعني واحد هو المكسب. الماتشين ثلاثة اللي جايين زي ما احنا اتكلمنا من شويه ان هي ماتشات كؤوس، لو كسب ثلاث ماتشات خلاص تربع على قمه الدوري. صحيح. فده هدف الكابتن حسام ايا كان مين بيلعب بقى، ده هدفهم وده شعارهم ان احنا ان شاء الله الثلاث ماتشات اللي جايين هناخد التسع نقط دول هناخد الدوري. فده هدفنا النهارده، بنلعب فرقه زي النصر التعدين، فرقه بتغامر، فرقه عندها مفاجات، عندها لعيبه كويسه، فلازم يكون في حذر دفاع شويه، لازم يكون في تامين في نص الملعب عن طريق حسام غالي والسوليه. النهارده هيبقى ميدو جابر ووليد ليهم دور هجومي كبير جدا مع عبد الله السعيد. فاحنا تملي بنشوف ان في الحاله الهجوميه للنادي الاهلي عن طريق كلوبالي وعبد الله السعيد، بنشوف عبد الله تملي بيبقى راس حربه ثاني او وليد او ميدو مع كلوبالي داخل ال 18 العكس، او الكره بتبقى العكسيه الناحيه الثانيه عن طريق ميدو جابر او وليد سليمان، عكسه على طول بتلاقي عبد الله جوه ال 18 مع كلوبالي، لو الناحيه الثانيه بتلاقي وليد سليمان داخل ال 18 مع كلوبالي. فدي النهارده اللي الكابتن حسام هيلعب عليها، فنقطه مهمه جدا هيزود الحاله او الخط الهجومي للنادي الاهلي على دفاع فرقه النصر التعدين. النصر التعدين عنده مشكله النهارده في قلب الدفاع، ما بيلعبوش رقابه على اعلى مستوى، فدي هتبقى ميزه للنادي الاهلي ان احنا بننطلق من الخلف الامام كويس جدا عن طريق عبد الله، هو اللاعب المحوري اللي بيقدر يحط الكره تحت رجله الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي. فعبد الله السعيد طول ما هو فايق بيحط الكره تحت رجله بيشغل وليد، بيشغل ميدو جابر، وبيشغل وليد سليمان زائد كلوبالي. فلو استغل النقطه دي ان هو اخترق من العمق وابتدى يلعب باص على الاطراف ويشغل كلوبالي، هتعمل مشكله وازمه لخط ظهر نادي النصر التعدين النهارده. طيب كابتن وليد، في ظل وجود التشكيل امامنا، ويمكن حضرتك كنا بنتكلم على نص تعدين وحماسه والحاله المعنويه اللي فيه، كابتن حسام، لعيبه بتروح لعيبه بتيجي، هو نفس الشكل ونفس الاداء اللي بيعتمد عليه النادي الاهلي. كلامك مظبوط 100%. النادي الاهلي بيختار استراتيجيه وطريقه ويركب عليها اللعيبه. كابتن حسام 4-2-3-1 دي طريقه النادي الاهلي، استراتيجيه هجوميه بشكل كبير جدا، بيقف واحد من الديفندرات فبيقلب الطريقه ل 4-1-4-1. النهارده بقى مين اللي هيزيد؟ هي دي المشكله. فعدم وجود حسام عاشور بتلاقي ان في مشكله شويه. عمرو السوليه بيحب يلعب على قدام، حسام غالي بيحب يلعب على قدام. صحيح. مين منهم اللي هيقف؟ طبعا الكابتن حسام يعني ايه، مش عايز اقول مستسهل المباراه، لكن هو حاططها من الكاتيجوري اللي هو ممكن يستحمل انه يهاجم بالاثنين، وممكن يستحمل ان لو السوليه وقف شويه
مش هيبقى واقف وقفه حسام عاشور كقوه فريق منافس يعني صعب جدا كابتن حسام يلعب بالاثنين دول مثلا ماتش زمالك يعني الماتش بيختلف في وجود الاثنين دول لو 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 ماتش زمالك وانا ما معيش حسام عاشور اكد لك ان احمد فتحي هو اللي ممكن يخش في نص الملعب ويلعب محمد هاني بحيث ان انا لازم او ممكن العب بثلاثه فكابتن حسام 4 2 3 1 دي طريقه النادي الاهلي بيجي بس في الثلاثه اللي قدام عبد الله السعيد طبعا هو مركز الثقل في النادي الاهلي الاثنين اللي على الاطراف بقى انا دايما بقول احسن حاجه ان كل واحد يلعب في المكان اللي هو بيستريح له في مشكله النهارده ان الاثنين وليد سليمان وميدو جابر بيحبوا يلعبوا ناحيه اليمين مين هيبتدي يمين ومين شمال دي النقطه انت عارف كل فريق يعني دي مشكله نادي الزمالك صحيح. لما نروح لها بسرعه ان لسه مستر ايناسيو مش عارف مصطفى فتحي بيلعب فين وشيكابالا بيلعب فين ورفعت يلعب فين وستاني يلعب فين وهكذا ففي النادي الاهلي ميدو جابر لو خد ناحيه اليمين صحيح وليد سليمان بيلعب شمال مفيش مشكله بس ما بيلعبهاش بنفس كفاءه الناحيه اليمين مزبوط. مين اللي بيلعب شمال في النادي الاهلي مؤمن زكريا وكان قبليه رمضان صبحي دول اللي يقدر اجايه بيلعبها كويس لانه بيدخل لجوه ويعني الثلاثه يشتركوا في ان هم مش شول رمضان صبحي وساعات كان تريزيجيه وساعات مؤمن زكريا وساعات اجاي الاربعه دول بيلعبوا برجلهم اليمين عشان لما بستلم واخش لجوه اقدر اعمل 1 2 اقدر احط في البعيده اقدر اشوط اقدر اركن يبقى ليا حريه لكن لما بيجي ميدو جابر هنا تحديدا ناحيه الشمال بحس ان هو بيعاني فهنشوفها الكابتن حسام هيحط مين بقى هيحط مين على الجانب الاخر كابتن كشري بيلعب 4-1-4-1 ما بيغيرش الطريقه الراجل ايميكا ايزو ده الديفندر الافريقي اللي بيلعب على طول دايما قدام اسلام صيام واحمد عبد الجواد طيب الراجل ده ممكن يعمل مشكله لعبد الله ممكن يعمل مشكله لعبد الله قوي جدا الناحيه الدفاعيه عنده عاليه جدا لازم عبد الله يحاول يهرب في المساحات وبيجي في نص الملعب بيحط هشام عبد الحميد وهشام مصطفى وعبد الله الشحات وحماده جلال دول الاربعه اللي تحت باتريك ادو النهارده مضحي بعناصر مهمه مضحي بعناصر مهمه النهارده مدبولي مش موجود عبد العزيز امام احد الهدافين مش موجود مدبولي عنده بيشتكي كده من الضمه فهو حطه معاه كورقه بديله تمام. لو السيناريو جه ومشي زي ما الكابتن كشري عايز مدبولي مش هيلعب خالص لو النادي الاهلي هدف واحتاج احمد مدبولي واحد من العناصر اللي مأديه بشكل كويس قوي لعيب كويس لعيب العين عليه انه غالبا هيغادر من نصر التعدين السنه دي هيروح فين ما اعرفش بس لعيب عنده 21 سنه امكانياته كويسه قوي كفايه ان هو عجب الكابتن الخطيب يعني في تحليله دي نقطه مهمه لعيب بيعتمد على مهارته كمان عبد العزيز امام واحد من الهدافين للنصر للتعدين لكن هو ما بيبتديش بيه النهارده بيبتدي بحماده جلال تمام 4-1-4-1 تاكد لك ان الكابتن كشري اول ما هيفقد الكوره في نص ملعب النادي الاهلي الخمسه هيرجعوا ويسيب باتريك ادو على قوس وسط الملعب والباقي هيقلبها لاربعه خمسه واحد طريقه دفاعيه بحته محضر ايه اول ما يقطع الكوره من النادي الاهلي ده اللي هنشوفه حماده جلال طبعا عنده سرعات الراجل باتريك ادو محطه بيهد الديفنس المفروض ان رامي ربيعه ونجيب لما بيتعاملوا مع ادو يتعاملوا معاه بهدوء ما ياخدش فاولات كتير يعرفوا ان هو راجل قوي بدنيا فالالتحامات هتبقى مش في صالحهم والنادي الاهلي بيدور على الهدف الاول تمام. احرز الهدف الاول هيبتدي النصر للتعدين يفك شويه يبتدي يدور على مساحات الملعب يبتدي يبقى فيه مساحات ورا اسلام شرقيه ورا احمد اسماعيل يقدر يلعب عليهم بشكل كويس. طب كابتن سمير استمرار كلامنا على النصر التعدين يمكن حضرتك كنت عايز تتكلم عليهم في جزئيه خصوصا في الثلاث مباريات اللي فاتوا واكيد كابتن احمد كشري بلا شك احنا شايفين ان هو اضاف بشكل جميل وشكل قوي لفريق النصر التعدين بغض النظر بقى الاضافه دي جت في اواخر الدوري ولكن هو بيحاول وعلى حسب الامكانيات اللي موجوده لدى فريق النصر التعدين. هو مفيش شك هو كشري طبعا ابن من ابناء النادي الاهلي وكلنا بنتشرف زي كابتن عماد النحاس والكابتن اسامه عرابي واحمد كشري بقية المدربين ابناء النادي الاهلي لما بيروحوا بيتالقوا احنا بنبقى فخورين بيهم لازم نتكلم عليهم ونديهم حقهم واحمد لما مسك الفرقه كان ماسك الفرقه مع كابتن اسامه عرابي مدرب عام
فلما كابتن اسامه عرابي مشي مسك هو الفرقه. ده فكر برده كويس جدا. ليه بقى؟ المدرب العام يمكن حصلت معايا وانا في الرجاء، كابتن محمد عبد السلام مشي وانا كنت مدرب عام، مسكت انا بقيت مدير فني. ليه؟ انا في المطبخ وعارف، واخد بالك كابتن وليد، ماسك الفرقه، ما عارف مين نقطه الضعف ونقطه القوه، عارف اللعيبه بتتحرك ازاي، عارف مستويات اللعيبه. فدي نقطه مهمه جدا فادت نادي النصر التعديل لما كابتن كوشري مسك مع كابتن اسامه عرابي مدرب عام. فلما مسكهم ابتدى طبعا يفرض شخصيته عليهم، وابتدى ان هو طريقه اللعب يعودهم عليها، كل واحد ليه طريقه لعبه معينه، ساعات بيلعب ب 4 3 2 1 او 4 1 4 1 زي ما وليد اتكلم. انما كوشري يعني فرض سيطرته على الفرقه وشخصيته على الفرقه، واضح ان هم بيحبوه يعني بيأدوا اداء رجولي قوي معاه، خصوصا في الماتشات اللي هو كسبها. فاز على دجله 2-1 وفاز على الاتحاد السكندري 2-0، كانت مفاجاه برده ان هو نادي الاتحاد فرقه تقيله. فاز على الداخليه المجروح 1-0 وبيعاني وبينافس على الهبوط برده مع النصر التعدين والشرقيه واسوان وبقيه الفرق. وفاز على بتروجيت، في بتروجيت فرقه جامده جدا يعني برده. يعني هقول لك مثلا فرقتين قوي قوي زي دجله وبتروجيت والاتحاد والداخليه برده كانوا يعني في الجدول برده ترتيبهم مش قوي، انما 12 نقطه تتحسب له طبعا. كابتن كوشري يعني ابتدى يحط بصمته على الفريق، ابتدى يفرض سيطرته وشخصيته على الفرقه. اللعيبه لما بتحبك بتقدر ان هي تطلع كل اللي عندها، دي نقطه مهمه جدا طبعا، جانب المعنوي اللي احنا بنتكلم عليه. فالنهارده الوضع هيختلف، كابتن كوشري بيلعب مش هيلعب زي ما لعب قدام دجله والاتحاد والداخليه وبتروجيت، عشان هو مش عايز يكسب. هو قال لك النهارده لو خرجت بنقطه قدام النادي الاهلي هتبقى مكسب، فهو هيلعب بحذر جدا يا كابتن وليد طبعاً. هيقدر ان هو يقفل ويعمل زياده عددين في نص الملعب طبعاً. ويقدر يلعب على المرتد، ده فكر الكابتن احمد كوشر النهارده. هيبقى مختلف تماما عن الفتره اللي فاتت لما لعب قدام مثلا اخر مباراه قدام بتروجيت وقدر مثلا يكسب او كسب الاتحاد 2-0. فالوضع والتشكيله والهيكل بتاعه سواء على الورق او في الملعب وانتشاره وتوظيفه للعيبه هيختلف تماما. ليه؟ هيقابل النادي الاهلي بجبهات صبر الرحيل من ناحيه الشمال مع وليد لو هيلعب زي ما انت قلت ناحيه الشمال او اليمين، والناحيه الثانيه احمد فتحي على طول طاير هيقدر يلعب بباك وهاف من هنا وهيقفل له. عبد الله السعيد هيلزق له واحد، السوليه بيطير وبيبقى لعيب كوره ومحوري كويس جدا. فالوضع والهيكل يا كابتن وليد النهارده هيختلف تماما عن الماتشات الثانيه. المباراه بالنسبه له هتبقى صعبه ان هو بيلعب فريق بطل عنده خبرات في الدوري الممتاز وعنده لعيبه عندها حلول هجوميه، زائد المدافعين عندنا رامي وعندنا نجيب على اعلى مستوى، لعيبه دوليه معاهم صبري برده ابتدى يخش الفرقه بدل معلول، كل ده تجانس بيلعب فرقه متكامله. فبالنسبه له النهارده كابتن كوشري هتبقى يعني السيناريو بتاع المباراه هيبقى بالنسبه له بصعوبه طيب. يقدر ان هو يفك الشفره ويقدر ان هو يتكلم على التغييرات اللي موجوده سواء عبد العزيز امام. دليل كمون على انه عامل كده انه مقعد عبد العزيز امام واحمد مرموش، لسه كنت اتكلم فيها برافو عليه، بيفكر في الماتشات الجايه. خد بالك هو عنده الشرقيه وعنده طنطا وعنده مباريات لو عرف في الاهم منها نقاط فهو اذا هكمل على كلام وليد، هو عنده مدبولي وعنده عبد العزيز امام من اللعيبه اللي عندها حلول. بس هو تملي بيبقى مدبول يا كابتن وليد يعني بيبقى اضافه ليه في الثلث الهجومي اخر 20 دقيقه او نص ساعه. ده مدبولي ده فكره، هو لعيب كويس ومحوري، كان في ناشئين نادي الجيش على فكره، انا دربته من اللعيبه الكويسين جدا وصغير في السن. وهيبقى لي عبد العزيز امام برده يمكن كسبه بعض الماتشات اللي احنا بنتكلم عليها، ماتش بتروجيت جاب جول، ماتش بتروجيت كسبه. فهو ممكن يعتمد على النواحي الهجوميه دي على حسب سيناريو المباراه، هل هو كسبان يقدر يقفل دفاعيا، هل هو متعادل او مغلوب يقدر يزود نواحي هجوميه. فعنده ورقتين بره مدبول عبد العزيز امام ان هو يقدر يدفع بيهم الشوط الثاني. كابتن وليد، التكتل اللي احنا متوقع من كابتن احمد كشري، انت ككابتن حسام ويمكن احنا عارفين النادي الاهلي بيعتمد بشكل كبير على الاطراف، سواء بقى احمد فتحي وسام رحيل امامهم بقى وليد سليمان او ميدو جابر، الجزئيه دي هي دي الاهم النهارده بالنسبه للنادي الاهلي. لو حضرتك ليك رايتين. كلامك مظبوط مليون في الميه، وهي الاهم في مسيره النادي الاهلي في كل المباريات، هي ايجاد حل للتكتل الدفاعي. خد بالك كل الفرق اللي هتلعبك بنفس الاستراتيجيه وبنفس التكتيك، هيختلف بس ان في مدرب محفظ قوي زي الكابتن مختار كده، يعني بلغه الكوره كده هيضلمها 4 5 1 ويقفل المساحات ويرجع اول ورا. في مدرب تاني هيلعبك بجيم مفتوح شويه زي الكابتن طارق يحيى، في مدرب تاني ممكن يلعبك 4، بس في الاخر انت المدير الفني للنادي الاهلي، هو مهمته الاساسيه
انه يدور على حلول لضرب التكتلات. النادي الاهلي لازم في كل التدريبات، وطبعا الكابتن حسام مدرب كبير وبيعمل كده، بس انا عايز حاجه كمان، انا عايز ابداع من اللعيب نفسه. صحيح. يعني انا لازم اعرف، احنا بنتفرج على برشلونه وعلى الريال، العالم كله بيلعب قصادهم تلت ملعب، يعني مش نص، تلت، بيجوا عند ال 18 ويقف ال 10. ايه اللي بيحصل؟ لازم اللعيب نفسه يبقى عنده ابداع، يبقى عارف ان انا لازم حاجه اسمها المغامره. المغامره حتى لو مغامره عاليه، حتى لو ريسك عالي، يعني بنشوف نيمار كره بتروح له بيروح رايح مقلب واحد اتنين، الملعب بيتفتح. صح. فانا يعني احد اسباب الاخفاق في مباراه الانتاج الحربي هي خوف اللعيبه جوه الملعب من ان اي حد يغلط، فبقيت ايه وليد بيلعب مثلا. السبب بيبقى ممكن كل يعني اصل يعني انت ماشي التوب فورم وصلت لها بشكل كبير، التوب فورم بتاعك، الميكانيزم اللي موجود داخل الفريق كان ماشي بشكل جيد جدا. هل مباراه يعني لا انا بكلمك في حاله يا فاروق معينه، اللي هي انك في مدرب مقفل لك المساحات قوي. ما انت الكلام كل ماتش كده، بس مش بس ساعات بتبقى مقفله بشكل كبير. يعني الكابتن مختار كان عامل الجزئيه دي بحرفيه شديده. كان اسلام رشدي قدام الشامي، كان اوميد اوكري قدام محمد طارق، كان قافل بفتح الله وعلى شماله شهاب وعلى يمينه ابو شعيشه، لا مضلمها خمسه قافلين كل عرض الملعب. فعبد الله هنا بقى انا عايز اقول للاعيبه النادي الاهلي، يا عم ما تخافش، حتى لو اتقطعت ما تخافش، ايه المشكله؟ غامر. احنا كنا بنشوف بركات، تريكا، فلافيو، عماد متعب، الحاجات دي، جيلبرتو لما يقلب الملعب ويدخل جوه. يعني انا بقول ايه، انت كره جات لك كجايه، كمؤمن زكريا، كوليد سليمان، كميدو جابر، لازم يبقى عندك حلول فرديه. صحيح. لازم علشان تفتح الملعب ده اجباري لازم. لكن انت بقى ايه اللي حصل في الانتاج الحربي؟ من رجل الرجل، من رجل الرجل، من رجل الرجل، خلاص الكره بترجع ورا تاني. بقى انت عندك استحواذ نسبه 65% بتوصل ل 70%، لكن فين الخطوره؟ مفيش خطوره. صحيح. فهنا رساله لعيبه النادي الاهلي، لازم في مواقف معينه لازم تدور على المغامره. كلام حضرتك مظبوط كابتن وليد. اسمح لي نروح لفاصل كابتن سمير كابتن وليد، ونرجع نكمل كلامنا على مباراه اليوم، مباراه النصر التعدين والاهلي في الاسبوع 28. الاستوديو بشكل جيد، واعتقد عبد الله سمعنا وتالق في المباراه واحرز 3 اهداف، هاتريك لعبد الله السعيد النهارده. الهدف الاول جه لعبد الله السعيد في الدقيقه 33. اعتقد ان عبد الله النهارده بيتالق بشكل كبير جدا جدا جدا، وده اللي احنا محتاجينه. ايضا عبد الله السعيد بيحرز الهدف الثاني ليه والثاني للنادي الاهلي، ثم عبد الله السعيد ايضا يحرز الهدف الثالث للنادي الاهلي عن طريق ضربه راس مميزه. ده الهدف الثاني لعبد الله السعيد في الدقيقه 61، في الدقيقه 51 عبد الله السعيد بيحرز الهدف الثاني ليه في الدقيقه 51، ثم سليمان كوليبالي بيحرز في الدقيقه 61 هدف ايضا رائع لسليمان كوليبالي. ده الهدف الثالث للنادي الاهلي يحرزه سليمان كوليبالي بضربه راس مميز جدا. سليمان كوليبالي بضربات الراس، ودي حاجه النادي الاهلي كان بيفتقدها في ظل عدم توفيق في الفتره اللي فاتت عمر جمال، ولكن سليمان كوليبالي متالق بشكل كبير مع النادي الاهلي. ثم بقى عبد الله السعيد بيحرز الهدف الثالث ليه والرابع للنادي الاهلي في الدقيقه 70 ليتغلب النادي الاهلي على النصر التعدين ب4 اهداف مقابل لا شيء، بالرغم زي ما بقول لكم من فرص كتير ضاعت للنادي الاهلي عن طريق كلوبالي، عن طريق ايضا في هدف ما اتحسبش لرامي ربيع نتيجه تسلل. اعتقد مباراه مميزه جدا النهارده للنادي الاهلي، بياخد فيها 3 نقاط ويوصل للنقطه 74، حاجه مفرحه. وزي ما احنا قلنا الدوري بيقترب شيئا فشيئا للنادي الاهلي من خلال فوزه، من خلال اصراره على حسم بطوله الدوري بشكل كبير ان شاء الله. يمكن احنا عندنا المباراه القادمه الشرقيه في بطوله الدوري، ثم المقاصه ان شاء الله يكون في حسم لهذه البطوله في مباراه المقاصه. كابتن وليد صلاح الدين برحب بحضرتك مره ثانيه. كابتن وليد مبروك للنادي الاهلي. مبروك، مبروك للنادي الاهلي وجهازه الفني ولاعيبته، اداء رائع. هارد لك فريق النصر للتعدين، هارد لك لكابتن كوشري، ادوا يعني في حدود الامكانيات، اجتهدوا، حاولوا. لكن النادي الاهلي النهارده احنا بنقولها كابتن فاروق دايما، اللعيب حاله، حالتك يوم المباراه عامله ازاي. النهارده الكابتن كوشري والنصر التعدين بيقابلوا النادي الاهلي في واحده من اعلى حالات النادي الاهلي، كل حاجه بيعملوا كل حاجه. توش حلو برضه كابتن وليد، دي تاني مباراه النادي الاهلي 4 دي امام الداخليه الاول، وبعد كده اهو وشك حلو علينا كابتن وليد. النادي الاهلي النهارده متالق، من احنا قلنا اي فريق كبير لازم يبقى عنده حاجه اسمها تعدد محاور الهجوم.
المباراة يعني طبعا عبد الله السعيد، لكن هتيجي تختار بعديه حد مش هتبقى عارف. صح. احمد فتحي هايل، صبر رحيل جابها الناحيه الثانيه، ميدو رائع، وليد سليمان هايل، كوليبالي 10 على 10. بص هتضطر يعني ايه، هتختار الفرقه كلها. النادي الاهلي النهارده اشتغل بشكل كويس قوي، اشتغل بجديه شديده جدا، وهي اربعه. رامي جاب الهدف الخامس، عبد الله ضيع الهدف السادس، ميدو ضيع الهدف. يعني النادي الاهلي على طول عايز يؤدي احسن ما يكون. فيعني هارد لاك طبعا مصر بيقابلوا النادي الاهلي في واحده من 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 حالات فوقانهم. صحيح. اتسهلت المباراه تحديدا بعد الهدف الثاني. احنا قلنا الكلام ده بين شوطي المباراه، قلنا النادي الاهلي لو عايز يخلص على المباراه دي ينزل الشوط الثاني بنفس الجديه وبنفس الحماس وبنفس التركيز علشان يحرز الهدف الثاني بسرعه. وقد كان الهدف الثاني في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 51. صحيح. يعني انت بتتكلم بعد خمس دقائق او ست دقائق من بدايه الشوط الثاني. ده نهى على المباراه تماما، فوق لعيبه النادي الاهلي، بقى كله خلاص بيفكر، كل واحد عايز يزود الحصيله، كل واحد عايز يجيب جون، كل واحد عايز يأدي بشكل كويس قوي. ثلاث تغييرات كلهم للإراحة. وليد سليمان وحسام غالي وعبد الله السعيد الثلاثه عشان الكابتن حسام هيستخدمهم في افريقيا، وثلاثه من العناصر المؤثرين. طب الثلاثه اللي نزلوا، ده الثلاثه اللي نزلوا كمان كويسين قوي. ده اكرم توفيق ده بالحاله اللي هو لعب عليها حوالي نص ساعه، لا ده مستعد بشكل كويس قوي، واضح انه بيتمرن كويس قوي، واضح ان هو مش فارق معاه بعد غيابه. عجبني جدا في نص ساعه، عمل كل حاجه في الكوره. تمام. نفس الكلام برضو لما نزل عمرو بركات. طبعا مؤمن زكريا ده حدث ولا حرج، واحد من اللعيبه الاساسيين للنادي الاهلي اللي بيعتمد عليهم النادي الاهلي بشكل كبير من 3 4 مواسم. مؤمن زكريا من نجوم الفريق، لكن كمان عمرو نزل ادى كويس قوي. النادي الاهلي النهارده عمل كل حاجه. تمام. اللعيبه كلها فايقه، الجهاز الفني مركز. طبعا كان نفسي عمرو جمال ياخد النهارده، لكن مفيش تغيير رابع يعني. صحيح. عمرو كان ممكن النهارده كان منتظر، يعني اللقطات اللي كانت بتيجي على وشه كان منتظر انه يبقى موجود، لكن طبعا بص هنا في الهدف ده، الهدف الاول، الهدف ده الهدف الثاني لعبد الله بيختار الدقه. شفت احنا قلنا ايه؟ عبد الله لو واحد ثاني بلغه الكوره كده يعني لعيب غشيم هيحط وش رجله، هيوقف، هيرجع، لكن بص عبد الله هو عارف، هو عنده احساس بالمكان، هو عارف انا فين، واقف فين، الكره دي محتاجه ايه، الكره دي محتاجه بطن رجلي بالراحه من غير ما حارس مرمى يشوفها. وطبعا فيها تدوير بقى للكره بشكل رائع. هنتكلم عليهم مره واحده واحده، او هدف هدف. كابتن وليد، كابتن سمير، مبروك ايضا النادي الاهلي، و اكيد مباراه مميزه لينا النهارده في مباراه النصر التعدين، وثلاث نقاط مهمين بيخلونا متجهين الى حسم بطوله الدوري ان شاء الله. مفيش شك، الف مبروك للنادي الاهلي، اللاعبين والجهاز الفني وجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره. طبعا مبروك لينا احنا كاهلاويه ومحبين النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده مبروك، ثلاث نقاط مع فرقه يعني عايز اقول لك حاولت، لكن هي اللي حطت نفسها في الموقف ده لعده اسباب. شفنا المباراه سواء الشوط الاولاني او الثاني يا كابتن فاروق، الفرقه بتلعب بدفاع متاخر، وده طبعا غلط جدا في الكوره، ان طبعا الضغط بيولد الانفجار. النادي الاهلي ضاغط على طول، بيلعب جبهات النهارده، حظهم وحش ان عبد الله السعيد كان فايق واحرز هاتريك، بالاضافه طبعا لتالق احمد فتحي وصبر رحيل من الجبهه اليمنى واليسرى، وميدو جابر من الجبهه اليمنى طبعا، زائد وليد ناحيه الشمال، وعبد الله في العمق، وكلوبالي، يعني كل اللي احنا اتكلمنا فيه حصل، لان الكور العرضيه هي سر نجاح النادي الاهلي وحصوله على الثلاث نقاط، سواء في الشوط الاول عن طريق عبد الله السعيد واحمد فتحي من كره عرضيه، مفيش ولا اجمل ولا اقرب من كده. واللي احنا اتكلمنا فيها كابتن وليد، ان الفرقه وهي بتلعب تكتل دفاعي او بتلعب دفاع باحث زي ما انت قلت، بتعمل مشاكل لنفسها والحارس بتاعها. فبالتالي احمد فتحي استغل النقطه دي، ان هو كراته العرضيه النهارده كانت مهمه جدا ومؤثره، بالاضافه كمان ميدو جابر، لو جبنا الهدف اللي ميدو عمله لكولوبالي فيها يعني خداع من ميدو، وادل ده الهدف، ده شرقيه لاعب خط الوسط ابتدى يضغط عليه، عملها لمسه واحده على البعيده، كولوبالي ابتدى يعملها بدماغه، من يعني بيتهيألي هدف من الاهداف الجميله اللي بتستعمل فيها الضغط على الخصم.
ونسبة ذكاء من ميدو ان هو عملها عكسية بسرعة جدا تغيير اتجاه. ابتدى يزيد الصراحة يعني ميدو ابتدى يزيد كتوي كابتن لا ميدو ابتدى يزيد كل ماتش والتاني. عارف يا كابتن الماتشات بتجيب اللاعب. الماتشات كتر الماتشات وعنده مساحة من الوقت وماتشات ودية كل ده بيعلي اللاعب فني وبدني والتجانس والتأقلم مع اللعيبة بتحس ان هو جاي. انا كمان مبسوط النهاردة ليه؟ لان الكابتن حسام ابتدى يفكر التغييرات اللي هو ابتدى يعملها لصالح الفرقة ان هو هيريح ناس لافريقيا بالاضافة كمان بيوري الناس ان الصفقات الجديدة صفقات مربحة وصفقات لعيبة على اعلى مستوى. ليه؟ عمرو بركات طبعا كان بعيد خالص ابتدى يديله النهاردة لما حس ان فيه ارتياحية اربع اهداف بيريح بعض اللعيبة. النهاردة شفنا اكرم توفيق برضو تغييره في نص الملعب ده ديفندر النادي الاهلي للمستقبل صحيح الفترة اللي جاية. وانا عايز اقول لك يعني كابتن حسام النهارده بيثبت ان استاذنك كابتن سمير قبل ما تقول لي كابتن حسام بيثبت تواجده وتواجد فريقه طبعا بشكل كبير. هنروح سريعا لملعب استاد السلام مع محمد سعيد زميلنا ومعاه كابتن طارق سليمان ولقاء ما بعد المباراه. اتفضل يا محمد. شكرا ليك كابتن محمد فاروق. تحياتي لكابتن وليد صلاح الدين امير الموهبين والكابتن سمير كمونه معي كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى. كابتن طارق برحب بيك والاستوديو بيقول لك يعني مبروك المكسب والثلاث نقاط مكسب مهم ومكسب معنوي وانتصار مريح واداء جيد للفريق في هذه المرحله. والله بقول الحمد لله رب العالمين على المكسب النهارده يا محمد مع الاداء 3 بونت. النهارده برضو بيلعب اكرم بيشارك وبيلعب عمرو بركات اول مره بيشارك فطبعا اكيد النهارده المكسب ده بيعمل فرق بيننا وبين المقاصه دلوقتي 11 بونت. ان شاء الله باذن الله يعني الصفحه دي تقفل من النهارده. هنفكر ان شاء الله من بكره ان شاء الله في مباراه زناكو. انما زي ما قلت لك المباراه دي برضو دايما المباراه اللي هي فرقه بتنافس على البقاء في الدوري زي ما كنا بنلعب اسوان زي ما كنا زي ما هنلعب الشرقيه ان شاء الله بعد الماتش بتاع زناكو. الماتشات بتبقى صعبه ما تفتكرش ان الفرقه دي كسبانه الاتحاد الماتش اللي فات 2-0 امبارح اسوان بيكسب سموحه 2-0 فالكلام ده طبعا ما بيبقاش يعني لو انت ما ركزتش في المباراه وخدتها بشكل جدي وبتركيز عالي ممكن احداث المباراه تصعب عليك المباراه. انما النهارده الحمد لله كانت المباراه سهلت شويه بعد ما جبنا الجول الثاني في الشوط الثاني. ببارك لشريف النهارده على ما عمل رقم يمكن ما حصلش في تاريخ مصر قبل كده هو 22 مباراه كلين شيت في الدوري. كان اللي حصل يمكن اللي عملها قبل كده كان الحاضر تقريبا 21 مباراه وكابتن اكرامي كان 21 مباراه فالنهارده شريف بيعدي الرقم ده. فلما بيحصل رقم زي اكيد الرقم ده طبعا بيبقى للنادي الاهلي اولا طبعا وثانيا بيبقى طبعا للفرقه ككل وجهاز فني ولعيبه طبعا اكيد لحراس المرمى احمد عادل وشناوي ومسعد وشريف. فالرقم ده طبعا زي ما بقول لك هو ما بيجيش من فراغ يعني بيجي نتيجه جهد وعرق واكيد اخلاص في العمل وتعب. فببارك لشريف النهارده وان شاء الله باذن الله بقى يعني الرقم ده بيبقى له معنى ويبقى افضل كمان لما نحقق رقم زي ده كده وكمان يبقى معانا بطوله الدوري يبقى تفضل في التاريخ. يعني انا عملت رقم سنه كذا وعملت 22 مباراه كلين شيت في تاريخ مصر ما حصلتش وكمان في نفس الوقت خدت الدوري ده الاساس يعني. فان شاء الله من بكره ان شاء الله هنفكر في مباراه زناكو ونكمل ان شاء الله المشوار باذن الله. طيب انا بشكرك اولا على معلومات شريف فعلا في موضوع الكلين شيت والارقام القياسيه لان حتى اول اربع شريف اللي قال لك شريف اللي قال لي انا ما كنتش مركز فيها قوي يعني هو اصلا كمان اول اربع مراكز في حراس المرمى كابتن ثابت الله يرحمه كابتن اكرامي كابتن احمد شوبير كل يعني حتى حراس النادي الاهلي كمان كلهم حراس النادي الاهلي اكيد طبعا وقبلها كل حراس مرمى النادي الاهلي دول على مر التاريخ يعني هم بيبقوا دايما حراس مرمى منتخب مصر. لما ترجع كده بالتاريخ هتلاقي كل حراس مرمى منتخب مصر هم الافضل وهم طبعا حتى البطولات الافريقيه اللي اتلعبت باستثناء طبعا الكابتن نادر السيد يمكن هو اللي كسر القاعده شويه انه لعب بطولات افريقيه كتير وهو في نادي الزمالك يعني. طيب المباراه السابقه يمكن عملت حاله اثارت جدل كبير جدا في الوسط الرياضي وكل اتجه لمساله قانونيتها ومش قانونيتها موضوع السماعه. النهارده كانت المباراه الثانيه لكابتن حسام البدري بينفذ فيها قرارات لجنه المسابقات مساله الاتصال مع الجهاز الفني والمره اللي فاتت كان ليك تعليق بصراحه يعني اثار الجميع وكان حقك انك تبقى متواجد على الدكه ما فيش حاجه تمنعك انك تستخدم اي سماعه انت ممكن تكون بتستخدم بشغل معين لكن المره دي كان في ربط ازاي او كان التعامل ازاي لان موضوع الموسيقى كمان كابتن طارق يعني الناس خدتها ان هي بالفعل انت الجهاز الفني شايف شغله ومركز ففي تركيز مع الاهلي في امور ممكن تكون غير مباشره في التحكيم او في المباريات. والله بص هو ده طبعا يعني النهارده في اتصال اكيد يعني كابتن حسام بشكل او باخر يعني بنقدر نوصل لكابتن حسام وبيقدر يوصل لنا المعلومه انها طبعا دي بتبقى يعني ممكن باشكال كتير يعني. انما طبعا في النهايه يعني موضوع انا يمكن ده في القانون جديد
موضوع الامكانيه السنه دي بس اتحطت ان موضوع انا عرفت الكلام ده طبعا من الحاج عامر حسين ومن الحكام ان موضوع ممنوع يبقى فيه اي حاجه الكترونيه موجوده على الموبايل بقى ايباد اي حاجه موجوده. بس انا يمكن عايز اسال بس الحاج عامر او اسال بجد مجرد ان انا مش عارف لو في بيبقى دايما بيبقى في يعني احنا مثلا كان عندنا لما كان موجود بسيرو بيبقى في موجود معاه دايما المحلل الفني بيقعد في المدرج وبيبقى على اتصال بالمدرب العام. فهل دي بتبقى في حاله بس حاله ان ما بيبقاش موجود يعني لو المدرب المدير الفني مطرود او موجود في المدرج ما بيبقاش موجود الايباد او موجود التليفون او اي او سماعات او اي حاجه ولا بشكل عام ممنوع الكلام ده؟ احنا بنشوف بره حتى في اوروبا دايما المحلل الفني ده لا المحلل الفني ده بيبقى موجود دايما في المدرج لان هو بيبقى كاشف من فوق ولو في معلومه حتى بين الشوطين احنا كان بيسيروا بين الشوطين كان بيخش المحلل الفني ده وبيقعدوا مع بعض كده حوالي دقيقتين ثلاثه بيتكلموا في طبعا في خلال الشوط الاول اللي تم ويبدا الراجل يتكلم بقى على الاخطاء لان هو بيبقى من فوق يمكن كاشف الملعب اكتر تحركات اللعيبه بيبقى هو من فوق بيبقى وبيبقى على اتصال بالمدرب العام والمدرب العام بينقل الصوره للمدير الفني. فانا ما اعرفش الايباد ده بيبقى ممنوع في حاله ان المدرب يبقى موقوف ولا بشكل عام ما اعرفش يعني. اختم معاك بالمعلومه حاجه ذكرتها في بدايه الحديث لان في الاستوديو بيستفسروا عنها 22 مباراه بالنسبه للشريف في الدوري بشكل عام مش متتالي للمباراه طبعا لا بالدوري بشكل عام ما حصلتش في تاريخ مصر ان حارس مرمى لعب دوري وعمل 22 مباراه كلين شيت مش لازم طبعا ورا بعض طبعا لا هو كابتن ثابت رقم واحد انت عارف حوالي 16 مباراه هو 16 مباراه تقريبا يعني انما انا بتكلم على دوري بشكل دوري كله يعني افضل رقم قبل كده كان الكابتن اكرامي 21 والحضري 21 بس انا عايز عشان نسيت ارحب طبعا بالكابتن وليد حبيبي واخويا والكابتن سمير كمونه كابتن سمير طبعا اخويا ويعني عايشنا مع بعض فتره كبيره جدا ومعهم عبد الحميد الكابتن فاروق طبعا تحياتي لهم كلهم اخواتي وحبايبي وببارك لهم النهارده طبعا على النتيجه دي وان شاء الله بقى المباراه اللي جايه نفس التركيز ان شاء الله عشان نعدي لان احنا بدايتنا في السنه اللي فاتت في افريقيا ما كانتش بدايه موفقه يعني فاتمنى ان شاء الله السنه دي تبقى بدايه موفقه ان شاء الله. شكرا لك كابتن طارق بالتوفيق اللي جاي ان شاء الله. الله يكرمك. كابتن محمد فاروق ده كان لقاءنا مع كابتن طارق سليمان والحاله الجدليه اللي اثيرت في المباراه السابقه اللي كانت من خلال تصريحاته في قناه النادي الاهلي للمسؤولين عن استخدام السماعات لكن النهارده كانت المباراه الثانيه للكابتن حسام البدر وان شاء الله من المباريات القادمه المحليه هيكون متواجد على دكه البدلاء واستمرار مشواره مع الفريق كقياده فنيه كمدير فني. اليك الكلمه كابتن محمد فاروق عقب لقاءاتنا في انتظار لقاءات اخرى مع الكابتن سعد الحفيظ والكابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي. تفضل اليك الكلمه كابتن فاروق. شكرا محمد واكيد في انتظار والجهاز الفني للنادي الاهلي ويمكن بنبارك طبعا لشريف حصوله او وجوده في رقم جديد 22 مباراه ما بيخشش فيه او 22 مباراه متفرقه ما بيخشش فيه اهداف شريف اكرام ودي حاجه مميزه جدا لشريف ان شاء الله يكمل وتبقى يكسر اكتر من كده في الارقام القياسيه لان حاجه مميزه. اعتقد ان ما نيجي نقول الكباتن اللي احنا قلنا عليهم كابتن ثابت كابتن اكرامي عصام الحضري وهكذا وكابتن شوبير طبعا كان موجود معاهم كلهم حراس مرمى النادي الاهلي كانوا بيكسروا الارقام دي فبالتالي شريف امتداد لهؤلاء الحراس العظام فبالتالي مبروك يا شريف وان شاء الله تكمل على خير. كابتن سمير يعني كنا بنكمل كلامنا على كابتن حسام البدري وجزئيه ان هو ازاي بيتعامل في الموسم ده وبالاخص في المباراه رغم ان هو ما كانش موجود وقاعد في المدرجات. هو طبعا كابتن حسام مدرب كبير وعمل النهارده كل اللي هو عايزه سواء من التغييرات كانت في محلها وكل واحد خد فرصته. انا اتكلم على اثنين اللي هو عمرو بركات واكرم توفيق. هو كابتن حسام في حساباته ان هو بيبص لهم للمرحله اللي جايه ان شاء الله في خلال مباراه او اتنين النادي الاهلي ممكن يحسم الدوري تبقى لصالح ان شاء الله نقول له مبروك الحصول على الدوري العام من خلالها بقى يقدر كابتن حسام يدي لبركات ويدي لاكرم توفيق وبقيه اللعيبه عمرو جمال اللعيبه اللي ما شاركتش بصفه مستمره وده طبعا فكر الكابتن حسام. انا النهارده عايز احيي عبد الله سعيد بقول له مبروك الهاتريك احنا اتكلمنا عليه قبل المباراه قلنا انا عايز اقول كابتن وليد بيقرا الوضع من الاخر ليه بقى؟ قال لك يعني ما ينفعش نزق عبد الله سعيد يزق شويه ما احنا ينفع النادي الاهلي اكتر نادي او احسن هجوم في الدوري وما يبقاش فيه هداف ما فيش عندنا هداف بالتالي عبد الله النهارده بيرد وبيروح بيقرب يا كابتن وانا قلت لك لسه في شويه مباريات جايه رقم كويس طب 8 تقريبا او 9 10 دلوقتي 10 اهداف هو النادي الاهلي دلوقتي 49 هدف حتى الان فعبد الله احنا اتكلمنا عليك قبل المباراه قلنا ان انت كابتن حسام بيحاول يريحك لكن نو واي يعني كابتن حسام بيعتمد عليك اعتماد كلي من نواحي الدفاعيه والهجوميه يعني انت دلوقتي بيشوفك بتدافع بترجع ديفندر ثالث في حاله الارتداد السريع في نص الملعب بالاضافه ان انت بتبقى فروي الثاني جوه ال 18 لما الكره بتكون على الطرف اليمين او الشمال شفناها من احمد فتحي للهدف الاولاني تحرك سليم مليون المية صحيح والسنس بتاعه بطن رجله حطها في الهدف. انا عايز اقول له مبروك اتكلمنا عليك قبل المباراه قلنا ان انت
يعني بتلعب بصفه مستمره فلازم تريح. كان 7 اهداف وجاب 3 بقى 10 10 قريب جدا من احمد الشيخ ان شاء الله يعني 4 اهداف هو جاء هو النهارده لا يقدر يقدر. بص هو الطبيعي في العالم كله والمفروض طبعا النادي الاهلي متعود عليها ان في نهايه الموسم ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يبقى بطل الدوري ويبقى احسن حارس مرمى شريف اكرامي ويبقى الهداف من عندك ويبقى احسن لاعب في الموسم وأحسن من عندك واحسن دفاع واحسن هجوم ده الطبيعي صحيح. فالنادي الاهلي بيعمل الارقام دي. انا لفت نظري قبل المباراه ان في كل حاجه الا التهديف فالنهارده عبد الله بيزق بشكل كويس قوي 10 اهداف فاضل 4 اهداف بينه وبين الشيخ يقدر عبد الله في المباراه اللي جايه يعني يجي اول زمايله ساعدوه برضه زمايله طبعا ساعدوه اكيد. لكن انا عايز اقول لك النهارده انا يمكن لفت نظري في عبد الله ما دام احنا بقى بنتكلم عبد الله الثلاثه كابتن وليد كابتن سمير صح. في التحرك ان هو من غير ما انت تحس ان هو بيعمل مجهود كبير برضه. هو موجود جوه ال 18 هو موجود في المكان المناسب اللي زمايله بيشوفوه بيديها له بشكل سليم فهو بيحرز. لاحظت حاجه كابتن فاروق واحنا الثلاثه الثلاث اهداف وهو متحرك بالظبط مفيش ولا جون وهو واقف يعني الاولاني بيقطع ما بين الباك رايت ما بين اسلام يوسف وما بين اسلام صيام عشان ياخدها في المكان ده يحطها والثانيه بيروح طيب. بعد هما الاهداف اهو معانا يا كابتن ورا بعض هيكونوا معانا ده الهدف الاول ده استحواذ من النادي الاهلي ده رامي بيروح وبيلعبها لوليد سليمان وليد سليمان بيحطها له ثاني رامي هيحطها لاحمد فتحي ويرجع 1 2 احمد فتحي والسوليه بيسند هنا فتحي وبيبص بيلاقي عبد الله بقى بيتحرك في المكان الحته النقطه الخفيه سهل قوي 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 كابتن سهل قوي طبعا التعامل سهولة التعامل تمرين اكنك بتمرن وطبعا حاله النادي الاهلي النهارده هايله واحمد فتحي بيسجد طبعا لان هو رافع كروس هايل يا كابتن لا احمد فتحي ما شاء الله يعني ناس كتير جدا انتقدته في اول الموسم على موضوع الاوفرات النهارده احمد فتحي احسن باك في مصر بيرفع اوفرات يعني بقى خلاص وبعدين عنده ميزه بيسند وبعدين يبص يعني ده انا هوريك واحده في الهدف الثالث بتاع عبد الله في الهدف الرابع اللي هو الثالث لعبد الله احمد فتحي ما شاء الله يعني عنده ممكن يلعبها لاكرم وممكن يلعبها لعبد الله وممكن يلعبها لكوليبالي فبقى هو بيحدد انا عايز احطها لمين كمان فدي طبعا تميز كبير جدا ده الهدف الثاني يا كابتن ده الهدف الثاني كوليبالي بس غشلقت معاه شويه وقعد يقع كتير بس بيعافر هنا ميدو جابر ده ميدو هيلم وهيرجع تاني الناحيه الثانيه اللعبه اكرم ده الهدف بتاع عبد الله بس اقف هنا بقى لا كمان سنه فريم كمان بس بص يحطها على القريبه لمين لاكرم توفيق يحطها في النص لعبد الله السعيد يحطها لورا عبد الله هتلاقي كوليبالي لما الكادر هيفتح شويه فاحمد فتحي دلوقتي بقى يحدد انا عايز اوديها فين صحيح. فما شاء الله هو شايلها والقوه كابتن والقوه كمان. والسرعه والدقه وفي الحته اللي هو عايزها بص انت ما تعملش فيها حاجه خالص غير انك تحطها في حته صح بس هنا عبد الله اختار اختيار رائع كان دايما مستر مانويل جوزيه يقول لنا الكوره وانت طبعا بقى ده راجل خبير فيها دي الحته اللي جايه منها حطها فيها ليك وليبالي ضيع الكره اللي بدماغه وقعد يصرخ ويتنطط لان هو بيحطها في العكسيه ليه صح. هي جايه لك من صبري هنا حطها في نفس الزاويه اللي جايه منها جول كمان كان مستر جوزيه بيقول انت حتى لو انت عايز تحطها هناك حطها على قد ما تقدر في الاتجاه اللي جاي منها هتلاقي لو قلشت حتى بالزبط. هتلاقي راحه في الجول بالزبط. يعني عشان بتقلش ساعات ممكن في الكوره يعني. فهنا عبد الله عمل السهل احمد فتحي كمان عاجبني قوي ان هو بقى بيبص يعني فكره ان انا اسند الكوره وبعدين ابص اشوف انا عايز اوديها فين دي حاجه من الناس بيعملها في العالم كله قليلين صحيح. يعني مارسيلو طبعا رائع فيها ريال مدريد داني الفيش بيسند ويبص انا عايز اوديها لمين صحيح فطبعا لا ما هدي برضو دي اللي بتقول ان لا ده لعيب نادي اهلي لعيب دولي كل ده الامور دي هي اللي بتفرق ما بين لعيب ولعيب كابتن سمير يعني عايز اكلمك النهارده على جزء كابتن وليد وحضرتك خدتوا بالكم منها الجزء ان انا دلوقتي كفريق امامك بلعب دفاع فانا مش هفضل الديفنس بتاعي واقف ما يتحركش واخسر اتنين لعيبه ممكن يعملوا لي الزياده العدديه كان سواء من الناحيه اليمين كان رامي ربيعه او محمد نجيب النهارده الاثنين عملوها ايضا بشكل مميز وكابتن سمير كمونه كان من الناس المميزه جدا في الجزئيه دي كان بيزيد وده انا بتكلم في جيل جوان ده هداف ده كان في جيل كنا بنلعب ساعتها انا كنت بلعب يعني ظهير حر او ليبرو
فكانت بتديني مساحه من الملعب ان انا اكمل، وحد بيرجع هادي كان بيرجع او هشام، فدي كان على حسب برضو الاتفاق من في المحاضره او المدرب او كده، فكنت بلعب فري. انما دلوقتي انت بتلعب باتنين مساكين، رامي ونجيب، عندهم ميزه ان هم صراع بالكوره، فدي ميزه. وشفنا الشوط الاولاني واتكلمنا على نقطه ان دلوقتي رامي بينزل مع السوليه وحسام يلعب الدبل باص ويرجع تاني، يعمل الدبل باص ويكمل، تلاقي حسام غالي عامل كفر مكانه، يعني نفس الشيء. انا اسف كابتن سمير، لازم اروح سريعا لملعب المباراه مع محمد سعيد زميلنا، ومعاه طبعا كابتن احمد ايوب، بنبارك له طبعا. اتفضل يا محمد. عقب نهاية المباراة وإحراز الأهلي ثلاث نقاط هامة جدا في مشوار الدوري بعد الفوز على النصر للتعدين برباعية، 4 أهداف مقابل لا شيء، هاتريك لعبد الله السعيد وهدف لكوليبالي. معي في هذه اللحظات كابتن أحمد أيوب المدرب العام لفريق النادي الأهلي. كابتن أحمد، بقول لك مبروك المكسب في توقيت مهم باتساع الفارق مع المقصة ب 11 نقطة، لكن ماذا يعني هذا الفوز بالنسبة للجهاز الفني في هذه المرحلة؟ يعني طبعا بقول الحمد لله، تجربة يعني مفيدة جدا بالنسبة لنا، بتاخد 3 نقاط، بتقرب من الدرع ان شاء الله، يبقى لسه بدري، ما فيش حاجة حسمت، ولكن برضو بتقرب شوية بشوية. شفنا النهاردة يمكن في عناصر شاركت وطمنا عليهم، فالحمد لله يعني في نهاية موسم بتحقق مكسب مهم، بتقرب من اللقب، كلها حاجات إيجابية النهاردة الحمد لله. ما بين انتصارات النصر للتعدين الفترة الأخيرة كان في تحفز بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين لأهمية وصعوبة هذه المباراة، لكن بعد بداية المباراة كيف شعر الجهاز الفني وتعامله مع هذه المباراة؟ طبعا يعني احنا بنتعامل مع كل مباراة باهتمام كبير بغض النظر عن اسم الفريق اللي بنلعبه. فريق النصر عنده طموح كبير بقاء في الدوري، ظروفه صعبة جدا، بيقاتل لآخر لحظة. شفنا الماتشين الأخرانيين، كسبان فرق تقيلة، كسبان بتروجيت، كسبان الاتحاد، كسبان دجلة، عامل النتائج الدور الثاني نتائج مميزه جدا، شفناهم بشكل كويس، احترمناهم بشكل كويس، احترمنا رغبتهم في ان هم يقدموا مباراه كبيره قدام النادي الاهلي، ولكن يعني احترامنا ده ما ادهمش فرصه انهم يدخلوا في المباراه. جبنا هدف وعززنا الهدف بعد كده الشوط الثاني ب3 اهداف. الحمد لله يعني التزام اللعيبه، احترام المنافس، كلها حاجات ايجابيه يعني بتوصلنا لاهدافنا الحمد لله. الشوط الثاني الفارق بين الشوط الاول والشوط الثاني، رغم ان الشوط الاول كان انتهى الاهلي وكان متقدم بهدف مقابل لا شيء. وارد يبقى في تفاوت خلال المباراه في الشوط الاول والشوط الثاني، وارد جدا في كره القدم، ولكن الحمد لله يعني يمكن بين الشوطين كانت التعليمات كابتن حسام مهمه جدا للاعيبه، والتزام الشوط الثاني كان مهم جدا جدا، والتوفيق في الفرص اللي بتيجي. يعني التغييرات يا كابتن ايوب، خاصه ان كان في فكر للجهاز الفني ان يدفع باللعيبه اللي ما بتشاركش خلال الفتره الاخيره. يعني طبعا يمكن نتيجه المباراه ساعدت كابتن حسام والجهاز الفني ان يقرب برضو الناس اللي بقى لها فتره بعيد، زي اكرم، زي عمرو بركات، ناس تخش في اجواء المباراه، لان وارد الماتشات الجايه نحتاج العناصر دي كلها، فمهم جدا بالنسبه لنا يكونوا موجودين، والحمد لله يعني الناس بتنزل وبتادي المطلوب، تظهر مستوى كويس، فدي كلها مكاسب لينا الحمد لله. مبروك، والدوري هانت خلاص، ونستعد لافريقيا باذن الله. يعني ان شاء الله الدوري بنقرب، ولسه ما فيش حاجه حسمت، وخلاص عندنا مرحله بقى من بكره نستعد لماتش افريقيا، بدايتنا في افريقيا ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن احمد، مبروك. شكرا. اذا انتقل لقائنا مع كابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي. عوده اليك من جديد كابتن محمد فاروق، اليك الكلمه. اشكرك، فوز مهم، واكيد استفاده النهارده بجميع اللاعبين، يعني كله ما شاء الله في حاله جيده جدا فنيا، اكيد استعداد ايضا لمباراه زاناكو الزامبي في بطوله افريقيا، دي حاجه مهمه اكيد طمنا بشكل كبير على اللاعبين. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا الفني على مباراه اليوم، مباراه النصر التعدين والاهلي. برحب بحضراتكم مره ثانيه. كابتن سمير، يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل جزئيه الفريق الخصم ازاي هو يكون بيدافع وانت ما تستفادش بالاثنين قلبي الدفاع بتوعك في حته الزياده العدديه. النهارده رامي ربيعه ونجيب عملوها بشكل جيد جدا كابتن سمير. رامي ربيعه ونجيب عملوها بشكل جيد جدا، من واحد دفاعي اللي عليهم واللي ليهم، يعني كمان قدروا يعملوا زياده عدديه في نص الملعب في حاله الكره لما تكون مع رامي ومع نجيب، دي كانت نقطه ايجابيه كويسه جدا. بالاضافه كمان نواحي ايجابيه من اثنين مدافعين، عايز اقول لك ابتدى يعني احمد فتحي، يعني عايز اقول لك يبقى محنك لدرجه ان هو يبقى فاهم كل حاجه، سواء عن الكروس والنواحي الدفاعيه في نص الملعب، الزياده العدديه، كل ده احمد فتحي النهارده انا يعني بقول عليه من نجم المباراه، هو مدافع وعمل نواحي هجوميه اكتر من الدفاعيه، بدليل ان الناحيه الشمال للكابتن احمد كوشر النهارده كان
مش مظبطها شويه، فاحمد ابتدى يستغل النقطه دي، بالاضافه كمان لصبر وحيلي ابتدى يشتغل ناحيه الشمال، وهو عنده ميزه من الناحيه الهجوميه اكتر من الدفاعيه صبر يعني. عشان كده كابتن حسين ابتدى. لو اتكلمنا على العكس بقى كابتن وليد، ان احنا بنقول الكابتن احمد كشري النهارده لعب دفاع متاخر، ابتدى يجي فيه جون واثنين وثلاثه واربعه، ده الفرق هنا بقى. لما بلعب دفاع متاخر وما بزقش الفرقه لحق نص الملعب بيجي فيها هدف واثنين وثلاثه، ولما بلعب زياده عدديه كتير في نص الملعب والمدافعين برده بيجي فيها اهداف. فاحنا بنقول هنا الفرق بقى الدفاع المتقدم ما بين الفرق الدفاع المتاخر بيحصل ايه. بالتالي النادي الاهلي النهارده قدر ان هو يتفوق على فرقه النصر التعدين باربع اهداف، زائد الاداء الراقي اللي عمله بالاستحواذ والشوط على الجون والكروسات والتحرك من غير الكوره وخلق المساحه، كل ده النادي الاهلي هو اللي كان افضل اثناء المباراه. كابتن وليد، كنت يعني كان في حاله معينه كنت حضرتك عايز تتكلم عن الحاله، كانت في الدقيقه 65 كان المغزى فيها ايه كابتن قبل ما نجيب الحاله؟ فكرة ان اكد على كوليبالي، يعني هي حاله زعل منه فيها عبد الله السعيد، حتى عبد الله وقف، هو كوليبالي لسه في الارض على الارض في الكوره لسه ما عملش تفاهم كامل مع اللعيبه. يعني هي كوره كانت جايه تقريبا من ناحيه الشمال تقريبا، وعبد الله فوتها له وكان عايز يعملها، كان نادي الاتحاد جاب منها هدف، كان هدف رائع. جمله ايوه اوف بقى، ارجع 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 ارجع، برافو عليك. بص عبد الله دايما هو وحسام غالي تحديدا بيبقوا عايزين يلعبوا لعب تركيب جمل، يعني دايما بيبقى باصص مش لحاجه واحده، بيبقى باصص لحاجتين. هنا الكوره رايحه من مؤمن تقريبا، عبد الله هيعدي هينط وعايز كوليبالي يحط له لمسه واحده. كمل بقى، امشي بقى، بص هنا عبد الله هيعمل ايه؟ هيفوت وعايز كوليبالي يحطها له هنا. الصراحه هتروح الفراغ لازم تتعمل كده. انا عايز اقول لك ان بص عبد الله بقى هيفضل واقف مده وهيزعل، لان كوليبالي هنا بس عايز الحاجات اللي على الارض، هو في العالي هايل زي ما انت بتقول، لكن عايز الحالات. انا جبت حاله الشوط الاول وجبت حاله الشوط الثاني، عايز كوليبالي كابتن حسام ياكد عليه الحاجات دي، يتفاهم فيها مع اللعيبه بسرعه. انت عندك لعيبه كلها متحركه، وليد سليمان وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا وكلهم لعيبه كوره. صحيح، ان ما كنتش هتعرف تعمل الحاجات دي معاهم هيبقى في المباريات الصعبه هيبقى فيها مشكله. استاذ كابتن سمير، كابتن وليد، نروح سريعا لمحمد سعيد ومعاه طبعا كابتن صالح حفيظ. مبروك للكابتن سعيد يا محمد، لازم تبلغه تحياتنا طبعا. نقدر نقول بنسبه كام الدوري، خاصه ان المباراتين القادمتين اذا حققت العلامه الكامله 6 نقاط باذن الله يبقى في مكسب باذن الله قبل المباريات الاربعه الاخيره في المسابقه. ما فيش كده في الكوره يعني، طبعا في افضليه وفي فرص بالنسبه لك يعني كويسه وكبيره، لكن في النهايه النتيجه ما اتحسمتش والدوري ما انتهاش، وده لازم تشتغل عليه بشكل كويس. عندك حاجات بتحققها، عندك ارقام عايز تحملها، عندك تطلعات، عندك افكار، عندك برضو ناس عايزه تشوفها او الانجاز الفني عايز يشوفها كابتن حسام البهدري، فبالتالي لازم تتعامل مع المرحله باهميتها واولوياتها. فالاولويات في الوقت الحالي بتقول خلاص ان انت هتقفل صفحه الدوري بكل ما فيها وتخش على بطوله افريقيا مع زناكو، فرقه برضو عندها استعداد كويس، اشتروا لعيب من نيجيريا، عندهم لعيبه مقبوله، طلعوا يانج افريكانز، تعادلوا معاه 1-1 على في تنزانيا، يعني فرقه تعادلت امبارح 0-0 في الدوري بتاعها، فبالتالي لازم تتعامل معاهم بمنتهى الحرص كمان. وليك في الماضي عبر، يعني السنه اللي فاتت كان دخولنا كان متاخر شويه، تعاملنا مع الموقف بنتائج كانت اثرت علينا لما تعادلنا او خسرنا من زيسكو لو تفتكر واسك، فبالتالي لازم ناخد فيها درس. يعني اولويات المباراه في دوري المجموعات بيبقى ليها اهميه كبيره جدا. النهارده في حاجه احنا شايفينها مفيده للفريق المرحله الجايه، هاتريك عبد الله السعيد في توقيت كان الكل بيقول لك مجهد وتعبان وادائه، النهارده هاتريك في توقيت مهم وانت داخل على مرحله اهم كمان. بص يعني عبد الله لعيب طبعا هايل جدا، هو شأن شأن المجموعه كلها، احنا عندنا ثقه في الكل على فكره، وزي ما قلت يعني دايما الجهاز الفني او المسؤولين بيتاخدوا قرارهم او وجهه نظرهم بناء على معاشتهم مع اللعيبه وشايفين حاله اللعيبه عامله ازاي. الجمهور من حقه ان هو يتفاعل، يعني بتبقى يعني جمهور، يعني النهارده لعيب وحش فبالنسبه له يعني سيء جدا، لعيب كويس بالنسبه له بيطير بيه السما يعني، لكن المسؤول ما ينفعش يفكر كده ابدا. سؤال اخير، ليه فكرت في معسكر مغلق قبل مباراه زناكو 48 ساعة في اسكندرية؟ لا يعني ده اختيار الجهاز الفني وكابتن حسام البدري، ده من حيث المبدأ، لكن انت كمان الماتش بره القاهرة، ماتش في اسكندرية يعني، تمام، في برج العرب. شكرا كابتن سيد.
يعني اكيد مبروك كابتن سيد لمباراه اليوم، واكيد بنقفل صفحه اليوم في يعني الدوري الممتاز ان شاء الله امام زناك، ودي حاجه مميزه جدا. واكيد المعسكر قبل الماتش بيومين ده بيدي تركيز اكتر للفريق، اه طبعا لان المباراه في اسكندريه، فبالتالي المسافه ما ينفعش انت طبعا تقعد هنا وبعد كده تسافر، لا المعسكر اعتقد انه مميز جدا للنادي الاهلي. كابتن وليد انا بشكرك شكرا جزيلا وجودك معانا النهارده، واول يوم وشك حلو علينا، وكمان عندك حته الطالع ما شاء الله بتبقى مميزه جدا. يا رب نبقى في الطالع ده حبيبي. اه لا لا انت حاجه مميزه كابتن وليد، لا يعني توقعاتنا قبل المباراه وكلامنا على عبد الله السعيد دي حاجه مميزه جدا كابتن وليد، اضافه قويه طبعا لقناه الاهلي واستوديو الاهلي. يا كابتن سعيد ان انا كنت معاك ومع كابتن سمير كمونه حبيبي، واحنا الاثنين احنا الثلاثه لعبنا مع بعض سواء في جيلين مختلفين، لكن بشكرك وان شاء الله دايما الاهلي في العلالة ان شاء الله. كابتن سمير بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك رؤى وبشكر الوليش على حضوره معانا النهارده، وشك حلو علينا حبيب. جمعنا في الملعب وجمعنا على ترابيزه التحليل حبيب. فبقول لك الحمد لله على السلامه وان شاء الله منورنا على طول. متجمعين بقى في الكوره وفي عند النادي ان شاء الله. عايز اقول لك ايه بقى في الشمس بكسر الدنيا الشمس بقى اللي فاضله انت ما بتجيش والله انا ما بقتش اروحها كمان يا كابتن. لا ان شاء الله هنخلص الاسبوع الجاي، فبعديها هبقى متواجد معاكم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يعني خليني اقول لكم النهارده طبعا نتائج النهارده في الاسبوع 28، اتحاد اسكندري كسب الشرقيه بهدف لكاسونجو كابونجو، وايضا الداخليه فاز على ام بي 1-0، طبعا زي ما احنا قلنا 20,000 جنيه لكل لاعب خصم لكل لاعب في فريق ام بي نتيجه الهزيمه، ايضا الاهلي النهارده فوز ساحق لفريق النادي الاهلي على النصر العجين باربع اهداف مقابل للا شيء. نتائج امبارح بقى ويوم يعني نتائج من يوم السبت كان في مباريات، بتروجيت مع المقاصه فوز بتروجيت 1-0، طنطا واسماعيلي فوز اسماعيلي 1-0، اسوان وسموحه 2-0 لاسوان، مقاولون العرب والزمالك 2-1 للمقاولون العرب ان شاء الله يوم الاثنين للزمالك انا اسف يوم الاثنين ان شاء الله. الاتحاد الاسكندري طبعا احنا ده كان كل النهارده، طبعا في مباراه النهارده شغاله او شغاله دلوقتي هو وادي دجله والمصري البورسعيدي، كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. طبعا احنا وصلنا للنقطه 74، دي حاجه مميزه جدا ان شاء الله، هننهي الدوري بفارق كبير جدا، وقبل ما يخلص الدوري باسابيع كثيره ان شاء الله يكون الدوري في الجزيره. هنكون معاكم دلوقتي مكملين معاكم، ولكن بعد الفصل يعني بعد اللقاء اللي جاي ده كابتن احمد كشري هيكون معانا، ولقاء ما بعد المباراه ان شاء الله هيكون المهندس عادل القيعي واستاذ ابراهيم منيسي في برنامج ملك وكتابه، انتظروه وما تروحوش لاي حته. لا طبعا الاول ببارك النادي الاهلي على المباراه، كسب اداء ونتيجه طبعا ده انا كنت متوقعه، وحاولت ان انا اشيل الضغط من على اللعيبه الاسبوع ده خالص، بالعكس يعني كان اهدى مباراه ليا، انا كنت هادي جدا جدا مع اللعيبه، اهدى من المباراه اللي فاتت، لان انا عارف اللعيبه بتركز ازاي في المباراه الكبيره خاصه مع النادي الاهلي. لا انا حسيتها لما اللعيبه نزلت الملعب في رهبه من النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي، الفرقه بتاعتنا سنه اولى دوري ممتاز، النادي الاهلي طبعا كبير وخبراته كبيره وبطولاته كبيره. انا حسيت في الملعب ان في اكتر من لاعب مؤثر عندي مش في حالته، اولهم عبد العزيز امام، هيثم مصطفى كمان، حتى ايزي النهارده حسيته ان هو تعبان، وهشام عبد الحميد، وزي ما انت شفت انا يمكن اتكلمت مع لعيبتي قلت لهم مش عايزين نعمل ندي هدايا النادي الاهلي، يعني مش منتظر هدايا فبلاش. فطبعا في جونين يعني احنا اللي بنديه يعني بندي الكوره لعيبه الاهلي في حته حساسه جدا هنا ناحيه المرمى، فطبعا دي تبين ان طبعا الخبره عليها عامل، وفي نفس الوقت انا يمكن بقولها كباتن الكبار طبعا الكابتن وليد والكابتن كمونه والكابتن محمد فاروق، يعني انا الدكه عندي مشكله رهيبه جدا، لان ما عنديش سرد باك على الدكه، ما عنديش ديفندر، جيت لقيت الفرقه ما فيهاش سرد باكات ما فيهاش ديفندرات، كل هم دول اللعيبه اللي معايا وهم دول اللعيبه اللي على الدكه، ما عنديش لعيبه قاعد في المدرج. فطبعا يعني انت بتتكلم في يعني ان احنا نبقى في منافسه او ان احنا في الوضع ده، فطبعا انا بشكر المجموعه واللعيبه اللي معايا، فعشان كده انا بدات اسحب اريح مع احمد مدبولي لانه عنده العضله الضامه، بدات اسحب هشام عبد الحميد عشان انا عاوزه، لان انا عندي لعيبه في الملعب كتير عندهم انذارين، فطبعا كل ده اثر نص الملعب بتاعنا، والاخطاء الساذجه من اللعيبه اثرت في المباراه، ولكن النادي الاهلي قدم مباراه كبيره وبقول له مبروك. طيب يعني المباراه انتهت وخلاص النصر التعدين عنده مباراه اهم الفتره القادمه، لكن فوز اسوان على سموحه اشعل المنافسه في مساله الهبوط، كيف تنظر للمرحله القادمه وفرص النصر التعدين في البقاء في الدوري خلال المباراه المتبقيه من الدوري العام؟
لا انا قلت من الاول وما زلت بقول وما قلتش اكتر من كده ان النصر التعدين اصعب فرصه في ان هو يقعد في الدوري الممتاز. احنا الامور عندنا زي ما بقول لك صعبه جدا على اللعيبه اتغيرت اتحولت والامور بقت احسن، ولكن ما عنديش بدائل اكمل بيهم. هما اللعيبه دي طبعا اللعيبه بتهلك، بيحصل اجهاد في اللعيبه. المباراه اللي عندي في ملعبي انا في اسوان بسافر لها 3 ساعات، يعني انا بسافر جوه ملعبي وبسافر بره ملعبي، فكل ده بيأثر علينا، زائد ان انا ما عنديش عدد لعيبه، ما بضطر يعني انا في لعيبه في الملعب زي هيثم مصطفى، احيانا هيثم بيبقى تعبان عايز اغيره ما برضاش اغيره عشان لو حد من السردباكين اتصاب ولا حصل له حاجه ارجع هيثم مكانه، فبضطر ان انا ابقى عليه لنهايه المباراه حتى لو هو مش في حالته، ولا تحسبا ان انا ما عنديش بدايل في مكان السردباكات، فكل ده ياثر علينا. ولكن انا هقول برضو حاجه، في طبعا كباتن كبار الكابتن وليد والكابتن كمونه والكابتن فاروق، كل ما بنلعب مباراتين ويبقى فيهم جهد عالي جدا وفيهم يعني البدني، اللعيبه بتبذل مجهود بدني جامد وعصبي وذهني، بالطبع بتقل شويه، لان انا قلت لك يعني وده كنت متوقعه، يعني مباراه الاهلي جت بعد مباراتين صعبين قوي، بعد بتروجيت وبعد الاتحاد وكسبتهم، فبالطبع اللعيبه مش هتبقى بنفس المستوى البدني ولا الذهني ولا اي حاجه، وده انا عارفه، عشان كده بدات يعني اقلل انزل بالحمل التدريبي للعيبه، بدات ان انا اشيل عنهم الضغط، فده طبعا معاك نجوم كبار هم طبعا يعني يقدروا يتكلموا في النقطه دي، ولكن في الاخر انا بلاعب النادي الاهلي، ويعني النتيجه حتى النادي الاهلي متعود ان هو يكسب، واحنا ما عندناش خبرات، واحنا كنا عايزين نقدم مباراه احسن من كده، ولكن يظل النادي الاهلي كبير ببطولاته ولعيبته. شكرا كابتن كشري. الله يخليك، اشكرك جزيلا.